مساء الخير يا جماعة، ازيكم عاملين ايه؟ أكد عليا كده إن الصوت مظبوط والدنيا تمام. مساء النور يا باشمهندس، أهلا وسهلا بيك. الصوت كده تمام، احنا سامعينك. حلو جدا، تمام. حد من الناس هنا حضر المرة اللي فاتت؟ عشان لو كده نشوف لو في حاجة، في أي مشكلة، عنده سؤال تقريبا. ايه، تمام، زي الفل. طيب، اليوم النهارده هيكون ماشي ازاي؟ هنمشي نتكلم شويه عن حاجات كده المفروض ان هي بتحصل في الاعلانات نفسها، وبعد كده هنتكلم عن شويه حاجات المفروض ان احنا ما نعملهاش في الاعلان، وهنتكلم عن أنواع الإعلانات، وبعد كده هنتكلم على الأجزاء، تمام؟ الأجزاء بتاعة الإعلان نفسه، ونجرب نتيست كده مع بعض، ناخد شوية عن الإعلان ونشوف مثلا أول إعلان بتاع السيرش، وبعد كده لو في وقت معانا نكمل باقي أنواع الإعلانات أو نشوف باقي التفاصيل بتاعة الإعلانات. قبل ما نبتدي كده، الدنيا هنا بتمشي ازاي برضو عشان لو في حد لسه جديد او كده؟ بنبتدي نشتغل على الاجزاء بتاعة الاعلان نفسه، او الاجزاء بتاعة الميتاب يعني بشكل عام. وبعد ما نخلص الاجزاء اللي المفروض نتكلم فيها، اللي عنده سؤال بناخده بعد كل بارت، يا اما بتبعته في الشات واول ما بنبتدي الاسئلة بناخده، او بتخليه معاك عادي جدا وتكتبه في نوت او حاجة، ونرجع بعد كده نتكلم عليه، او ناخد الاجزاء دي بشكل مفصل كده على حسب سؤالك ايه هو، ونبتدي ايه نتكلم ايه على السؤال ده واحده واحده كده، ونشوف نجاوب عليه ونخش فيه مناقشه نتناقش. لو حد عنده اقتراح، حد عنده راي، نبتدي نتكلم، والموضوع بقى بيتفتح اكتر، وكلنا بنخش في مناقشه كده منظمه علشان نقدر نطلع باستفاده اكتر استفاده. اكيد ممكن محدش عنده كل حاجة، ممكن أسقط معلومة ما أقولها لكوش، في مثلا حاجة تانية، مثلا حد عنده إضافة تانية، حد عنده تجربة تانية، بنبتدي ننسق الكلام ده كله، تمام؟ طيب، خلونا كده نشوف المفروض هنبتدي بإيه، أو المفروض هنشتغل على إيه. أول حاجة كده، في أبديتس. أول حاجة حابب أقولها، في أبديتس حصلت الفترة اللي فاتت في جوجل آد، في أنواع إعلانات، في تجربة مثلا لفهم جوجل نفسه لطبيعة إعلاناتك والإعلانات اللي أنت بتعملها. الجزء بتاع الريكومنديشن بيعمل لك ريكومنديشنز في أكتر من حاجة، أكتر من أداة تقدر تستخدمها، طبيعة إعلاناتك، طبيعة المسار اللي انت المفروض تاخده، و طبيعة الاعلانات بتاعتك والاستراتيجيات بتاعتك وما الى ذلك. واحنا شغالين هناخد الكلام ده كله، وفي نفس الوقت برضو الميت ابس دي مش بتبقى بشكل كامل ملمة في كل حاجة، في حاجات عشان طبعا طبيعة الوقت والكلام ده كله، في حاجات ببعتها كل يوم على الجروب، بتنزل كبوست على الجروب علشان تبقى الدنيا بالنسبة لكم متظبطة، والدنيا مظبوطة بالنسبة لكم، فاهمين كل حاجة، والدنيا بالنسبة لكم ملمة، تبقى انتوا عارفين كل حاجة، تمام؟ زي ما احنا عارفين، الشهر ده المفروض هناخد مع بعض جوجل اد بشكل كامل، والمفروض على مدار اخر الشهر تكون انتوا عرفتوا كل حاجة في جوجل ادز، وهناخد معاها الجزء بتاع اليوتيوب، تمام؟ عشان برضو تبقوا انتوا مكملين كل حاجة مع بعضها، خلاص عرفتوا الإعلانات وعارفين الجزء بتاع اليوتيوب بشكل برضو كامل، عشان لما تيجي تعمل إعلان ما يبقاش إيه ناقصك حاجة، تبقى أنت فاهم الدنيا بالنسبة لك ماشية إزاي. وفي نفس الوقت بعد كده هناخد أجزاء معينة من الـ 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 من جوجل، من الماركتنج مانجمنت، و بس يعني ده كده تقريبا هيبقى كل حاجة في الشهر علشان تبقوا انتوا
مطلعين وفاهمين الدنيا بالنسبة لكم ماشية ازاي، او الشهر بالنسبة لنا ماشي ازاي للناس اللي ما عندهاش تفاصيل او ما عندهاش الدنيا بتمشي ازاي، وفي نفس الوقت تبقى فاهمة الدنيا مش ازاي فيما بعد لو حبيت تتابع. ده مش اخر ميت اب عن جوجل، تمام؟ او ممكن لو احنا النهارده لمينا كل حاجه خلاص نبتدي نستارت المره الجايه في حاجه مختلفه. بس اي ثينك ان لا، اكيد النهارده مش هنقدر نغطي كل حاجه في جوجل، حتى لو حاجات باقيه هنشوف بعد كده الدنيا هتمشي ازاي، يا اما بنكمل الباقي كارتكل، تمام؟ بتنزل زي ما احنا بننزلها كل يوم، او الدنيا هتمشي زي ما احنا عارفين خلاص المرة الجمعة اللي بعدها نكمل يا جماعة، خلاص هنكمل جوجل اد. على حسب الدنيا ماشية ازاي، بس من المخطط او من المفروض المرة الجاية على حسب الاسبوع معانا نكمل والارتكلز والناس اللي بتنفذ التاسكس بعتت التاسكس بتاعتها وبقت فاهمه الدنيا ماشيه ازاي، خلاص تمام. الناس مش فاهمه التاسكس بالظبط او المستيكس الكتير في التاسكس اللي بتتبعت لي كتير، فبنبتدي ان احنا نرجع نراجع او بنظبط الدنيا من الاول. طيب خلينا بقى نخش كده في الموضوع على طول. خلينا نتكلم عن حاجه مهمه جدا نستارت كده على طول، ان في عوامل كتير، تمام، للناس اللي شغاله في جوجل. في عوامل كتير جدا بتفرق معاك وانت شغال في الاعلان، بتخلي يا اما الاعلان بتاعك يظهر ويبقى تمام جدا، يا اما الاعلان بتاعك ما يظهرش، تمام. المشكله اللي دايما بتبقى عند ناس كتير اللي هو انا بعمل اعلان ومش شغال، تمام. هو الاعلان مش بيكون مش شغال، هو اوريدي انت الاعلان اشتغل بس انت في عندك حاجه غلط، فالدنيا بالنسبه لك مش مظبوطه فما بتظهرش، اعلانك ما بيظهرش، تمام. المشكله دي بيكون سببها حاجات مختلفة هنتكلم فيها دلوقتي. بيكون أولها إن الكواليتي، أصلا الكواليتي سكور بتاعك أو جودة الإعلان بتاعك مش مظبوطة. يعني جودة الإعلان بتاعك مش مظبوطة، يعني جوجل بيعتمد في الإعلان بتاعته على كواليتي، أنت عندك الكواليتي بتاعة الإعلان تمام، خلاص أوكي تمام الدنيا بتمشي بالنسبة لك مظبوط وبتظهر، والدنيا بالنسبة لك بتبتدي تاخد النتيجه بتاعتك او بتاخد الكليكس بتاعتك وبيحصل نقرات مختلفه على الاعلان بتاعك. طيب ولنفترض ان انت الاعلان بتاعك فيها مشاكل او في حاجه غلط، تمام، لا يبقى انت الاعلان بتاعك مش بيظهر، فبالتالي ما بيسحبش فلوس لان انت ما بتاخدش نتائج اصلا، تمام. طيب جودة إعلانك بقى دي بتعتمد على إيه؟ خلينا متفقين كده، لو أنت يعني الناس اللي في مشكلة في الصوت، في ناس بتقول في مشكلة في الصوت، هل انتوا سامعيني ولا الدنيا عندكم مشكلة؟ أنا الصوت عندي تمام، مفيش مشكلة. تمام. عبد الرحمن انت اللي بتقول لي الصوت تمام صح؟ مين في حد رد علي وقال لي الصوت تمام؟ لا الصوت تمام، مفيش أي مشكلة. طيب حلو جدا. طيب يعني لو لحد لقى الصوت بيقطع او حاجه حاول يبعت على الشات، واللي يلاقي الصوت شغال يتابع معايا كده. لو انت تمام يا عبد الرحمن تابع معايا، انا هغير الراوتر علشان ايه، نبقى ايه مفيش حاجه تقطع، عشان مش عايزين ايه بقى كل شويه كده في الانترنت عندي عند البارتنر مش عند حضرتك، لان هو انا عندي ما فيش في اي مشكله خالص في الصوت. طب هو كده انا بدلت الراوتر يعني، تمام كده الصوت سامعني؟ الو تمام، الصوت واضح. خلاص اوكي تمام جدا. هو الصوت تمام، مفيش مشكلة. طيب خلينا نكمل ونقول ان احنا عندنا كده الناس زي ما كنت بقول، خلوا معاكوا نوت او حاجه سجلوا فيها او ابقوا ارجعوا للريكورد، عشان النقط دي مهمة جدا. خلينا نكمل من أول حاجة المفروض نخلي بالنا منها واحنا شغالين في الإعلانات، هو احنا شغالين في الإعلان بتاعنا نخلي بالنا إن جوجل بيتحكم في الإعلان إنه يظهر أو ما يظهرش.
او يبقى موجود في السيرش يظهر للناس او لا، حاجه اسمها الاد رانك. يعني ايه الاد رانك؟ يعني جوده الاعلان بتاعك. الاعلان بتاعك هل هو كواليتي كويس ولا كواليتي مش كويسه؟ تمام. طيب هل جوجل بقى بيحكم على ده ازاي؟ يعني دلوقتي جوجل قال لي والله انت الاعلان بتاعك مش كويس، او جي قال لي ان الاعلان بتاعك لا كويس، بيحكم على ده ازاي؟ في حاجتين مهمين جدا بيشتغل عليهم. اول حاجه الموضوع اللي انت بتتكلم عليه والكيوردز اللي انت حاططها واللاندنج بيج او الصفحه اللي الناس بتكونفرجن عليها وبتخش عليها علشان، او الاكشن اللي بتاخده الناس. الثلاث حاجات دول بيعبروا عن الكواليتي بتاع الاعلان. هل انت حاطط الكيوردز كويسه، الكيوردز فعلا الناس بتسيرش عليها ولا لا؟ لان انت لو مش حاطط كيوردز كويسه والناس مش بتسيرش عليها او السيرش عليها قليل، فانت اوريدي مش هتظهر خلاص، الناس مش بتسيرش، فانت هتظهر ازاي؟ تمام. دي اول حاجه. تاني حاجه بيعتمد عليها بعد كده الجزء بتاع الكيوردز زي ما احنا قلنا انت شغال عليها، اللاندنج بيج بتاعتك. هل الناس لما بتدوس كليك على الاعلان بتاعك بتخش على البيج او اللاندنج بيج او الويب سايت بتلاقي الحاجه اللي هي اصلا داخله علشانها ولا لا؟ يعني ما ينفعش ان انا مثلا اتكلم عن كورسز مثلا والناس تخش جوه تلاقي ارتكلز ما تلاقيش اي حاجه تمس للكورسز بصله، او الموضوع ملوش علاقه ان هو كورسز فري. يعني مثلا ما ينفعش اقول كورس فري وناس تخش جوه ما تلاقيش كورس فري، تلاقي حاجه كورسز مدفوع او بشروط معينه وبحاجات معينه، فاوريدي الناس اصلا هتدخل على الاد وتخرج. فاوريدي جوجل بيدور على راحه المستخدم وان المستخدم يكون بيلاقي الحاجه اللي هو محتاجها، بيلاقي الحاجه اللي هو عايزها. طيب هو خلاص حدد الكيوردز بتاعتك وحدد اللانج بيتش بتاعتك وحدد كمان ان انت كاتب اعلان او عامل اعلان كويس جدا وليه صله بالفئه المستهدفه وليه صله بالاعلان بتاعك. بعد كده بيشتغل على ايه؟ تاني نقطه بيشتغل عليها وبيشتغل عليهم بالترتيب كمان زي ما احنا بنقول كده. مش التاني نقطه بيتكلم عليها، بيتكلم على العرض السعر بتاعك. انت دلوقتي عرض السعر بتاعك كام؟ يعني انت دلوقتي المفروض هتدفع فلوس علشان عدد النقرات. طبيعه جوجل بيتكلم بالكليكس. انت دلوقتي هتدفع على كل كليكه كام؟ الكليك اللي انت هتتعامل بيها او السعر اللي انت هتشتغل عليه كام؟ والله انا حاطط للكليك تمام ان انا هشتغل عليها ب 1 دولار تمام. حد تاني حاطط عرض سعر مثلا مثلا 50 سنت تمام. فاوريدي هو انت افضل، فانت الكواليتي بتاعتك افضل، او انت الاد بتاعك الميزانيه بتاعته او المنافسه اللي انت داخل بيها كتسعيره كويسه جدا. طيب لو نفترض ان انت داخل بتسعير كويس جدا وهتدفع سعر كويس جدا، بس انت الاعلان بتاعك مش تمام، الاعلان بتاعك مش مظبوط، الكيوردز مش مظبوطه، الاعلان والتكنيكال بتاع الاعلان مش مظبوط، فاي ثينك ان انت برضه هيحصل عندك مشكله في الاعلان ومش هتقدر ان انت تظهر بشكل كويس او تظهر بشكل او تاخد النتائج اللي انت المفروض منتظرها. طيب عشان تظبط ده برضو هتعمل ايه، او ايه الطرق اللي انت المفروض تشتغل عليها عشان تظبط الكلام ده كله؟ انت محتاج تشتغل على الجزء بتاع الكيوردز، تجمع كيوردز بشكل كبير جدا، تكون هي عليها سيرش كويس جدا وفي نفس الوقت تقدر تنافس بيها بشكل كويس. يعني لما تيجي تشتغل على الكيوردز تاخد الكيوردز اللي هي اللي ريليتد بالسيرش اللي الناس بتدور عليها. قلنا المره اللي فاتت ده هتجيبه ازاي من كيورد بلانر، وقلنا كمان ان انت ممكن تجيبه بتولز مختلفه زي كيورد افري وير وزي مثلا اوبر سجست وزي التولز اللي اتكلمنا عليها المره اللي فاتت. فانت لازم عشان تشتغل على ده تشتغل على الكلمات اللي انت هتشتغل عليها تكون مظبوطه تمام. تاني حاجه زي ما قلنا بتتكلم على الجزء بتاع الويب سايت، الويب سايت يكون كويس جدا من ناحيه الناس اللي بتخش عليه، سرعه الموقع، التوافق الموقع مع محركات البحث، وان الموقع يكون سريع، وان هو طبعا الموقع يكون سكيور، يكون موقع امن للكلاينت، ما يبقاش موقع ما فيهوش الاس اس ال او معايير الامان بتاعت الويب سايت. طيب انت بتشتغل على ده وانت بتظبط اعلانك. يعني اصلا الاعلان نفسه بيبقى علشان
مش بيبتدي من اول ان انت بتدوس نيو كامبين وتبتدي تشتغل على الكامبين. الاعلان ما بيبتديش من هنا، الاعلان بيبتدي من اول خالص، من اول ما بتحدد استراتيجيه التسعير بتاعتك والكي ووردز بتاعتك والويب سايت بتاعك او البيج اللي المفروض ان انت هتشتغل عليها. تمام. طيب بعد كده الجزء اللي انت هتشتغل عليه او الجزء المهم جدا، الجزء بتاع اللوكيشن. انت لو هتشتغل على لوكيشن معين، انت لازم تكون فاهم طبيعه اللوكيشن اللي انت هتشتغل عليها دي. ما ينفعش ان انت تختار وانت شغال مصر كلها وانت السيرفيس بتاعتك ما بتقضيش ان مصر كلها تشتغل عليها. يعني ما ينفعش ان انت مثلا تكون مثلا مطعم، تمام، وتخدم على مصر كلها، الا لو انت حد مشهور جدا او انت حد تقدر فعلا توصل الاوردرز بتاعتك للدوله كلها. يعني اي ثينك ان انت مثلا لو انت حد مطعم مثلا او ريستورانت يعني في كايرو، ما ينفعش انت تاخد مصر كلها، لانك اوريدي مش هتوصل سينا، يعني مش هتوصل مثلا الاوردر بتاعك لسينا. تمام. طب يعني ايه؟ يعني انت لازم انت تشتغل على الجزء، تبقى انت فاهم مقدرتك ماشيه لحد فين، هتقدر الاعلان بتاعك ده يجيب لك تارجت اودينس بيدوروا. طيب التارجت اودينس اللي هيخشوا عندك دول هيقدروا يشتغلوا على الاجزاء دي ويقدروا ان هم يشتروا منك ويعملوا الكليك بتاعتك ويعملوا كونفرجن كويسه ولا لا؟ تمام. دي حاجات مهمه جدا لازم تخلي بالك منها. في حاجه كمان، ما ينفعش تشتغل على كامبين على جوجل اد وتعمل كامبين واحده باد جروب واحد وتعمل اد واحده بكيوردز معينه. يعني لو انت السيرفيس بتاعتك لازم تشتغل عليها اس تي بي. يعني ايه اس تي بي؟ يعني انت لازم تشتغل على الكامبين بتاعتك لكل تارجت اودينس اد لوحدهم، كيوردز مجموعه كيوردز لوحدهم باد لوحدهم. يعني لما تيجي تشتغل، ما ينفعش ان انت مثلا لو انت مثلا بتبيع احذيه فور اكزامبل مثلا، ما ينفعش ان انت تعمل اعلان او تعمل كامبين باد واحده، تمام، والاد دي تكون بتستهدف الرجاله والسيدات والاطفال اللي هم انترستد بالشوز مثلا. طب اوريدي اصلا الناس دي ما ينفعش ان انت تحط كل الناس دي مع بعضها، انت لازم انت تارجت كل تارجت اودينس لوحدهم. ما ينفعش تاخد السيجمنتيشن كده على بعضها وتشتغل عليها وتعمل لها اد، لازم تاخد الكلام ده في حسبانك وتكون شغال على ده. طيب في حاجه مهمه جدا، انا المفروض ان انا وانا شغال على الكامبين نفسها، لو انا شغال على الكامبين وبعمل اد زي ما احنا بنقول كده، هتشتغل ازاي؟ لازم تركز جدا ان انت تشتغل على الجزء بتاع الكيوردز. لازم تكون الكيوردز ما تبقاش واسعه جدا، دي اول حاجه. لازم الكيوردز ما تبقاش واسعه جدا، يعني ما ينفعش مثلا اكتب احذيه، تمام. ما ينفعش ان انا اشتغل على ان انا اكتب مثلا ناس مهتمه مثلا بمثلا بملابس والكلام واسع جدا، ما ينفعش. لازم الكلام يكون سبيسيفيك جدا، لازم الكلام يكون محدد، انت عارف انت بتشتغل على ايه وشغال ازاي. ما ينفعش ان انت تشتغل على كل الناس دي مع بعضها، لازم تكون محدد بشكل كبير جدا. طيب بعد كده لازم تكون حاطط لكل اد كل اعلان 5 keywords، تحط 5 keywords بس يكونوا هم ملمين بالاعلان ده، تمام. لازم يكون في 5 keywords هم اللي ملمين بالobjective بتاعتك دي، ملمين بالاعلان ده، الاعلان يكون شغال على نفس الطريقه دي. خلاص انت حددت التارجت اودينس وفهمتهم الكلام ده كله، بتبتدي تحدث 5 keywords. 5 keywords دول هم اللي انت هتشتغل عليهم واللي انت هتلعب عليهم، تمام. في بعض الاندستري مش لازما تحط الخمسه كيوردز، بس افضل الاستراتيجيات لو انت فعلا فاهم الجزء ده او انت فاهم الجزء بتاع التارجت اودينس وانت عارف التارجت اودينس بتوعك كويس جدا، هتبقى فاهم ازاي ان انت تحدد او تبقى عارف ايه الفايف كيوردز اللي الناس فعليا بتسيرش عليهم، تمام، واللي الناس فعليا هي انترستد بيهم وهي بتشتغل عليهم، تمام. طيب ده كده الجزء بتاع المهم جدا ان انت تخلي بالك منه وانت شغال في الاعلان، خلي بالك من الكيوردز اللي انت بتشتغل عليها يكون فعلا الناس انترستد بيها وبتسيرش بيها، خلي بالك من الكواليتي بتاع الاعلان والتكنيكال بتاعه، خلي بالك كمان من اللاندنج بيج او البيج اللي جوه الصفحه يعني اللي الناس هتكونفرجن عليها والناس هتخش
عليها. تمام. طيب بعد كده الجزء اللي بعد كده اللي انا المفروض عايز اكلمكم فيه، الجزء بتاع انواع الـ الاعلان بتاعك. لما انت تيجي تحدد الكيوردز، لما تيجي تحدد الكيوردز عندك كذا نوع انت بتشتغل عليه، ممكن ناخدها واحنا ماشيين تمام عشان تبقوا عارفين هي مكانها فين بالظبط واللي احنا بنتكلم فيها. وبلاش دلوقتي عشان الدنيا تبقى مترابطة مع بعضك او الدنيا تبقى ماشية معاكم بشكل بشكل كويس. تمام. طيب خلاص احنا قلنا ان انت لازم تشتغل على لاندنج بيج، وتشتغل على ان انت تعرض الاعلان للناس بشكل كويس، وتشتغل على الجزء بتاع اللي انت ما تاخدش مصطلحات عامة والكلام ده كله والاجزاء دي كلها. قلنا ان انت لازم تفكر كويس جدا في طبيعة الإعلانات بتاعتك وتفاصيلها بالظبط. طيب أنواع الإعلانات إيه بقى؟ لو إحنا نيجي مثلا نشتغل على إعلان، تمام؟ المفروض إن أنت لما تيجي تشتغل على إعلان بتبتدي أول ما بتعمل إعلان بتدخل على نيو كامبين وتبتدي تشتغل على الإعلان. طيب هنا دي مش أنواع الإعلانات، تمام؟ هنا بيقول لك الأوبجيكتيف اللي أنت المفروض تشتغل عليها إيه بالظبط؟ هل أنت محتاج تشتغل على ليد؟ تمام. ولا انت محتاج تنكريس سيلز ولا ايه بالظبط؟ وهو بيسجست ليك الجزء اللي انت تاخده، او بيقول لك والله طب انت هتعمل سيلز، طب انا المفروض هعمل سيلز، هشتغل سيلز من السيرش ولا الديسبلاي ولا ايه. في بعض الاحيان او في افضل الاحيان بنشتغل على ان احنا بنكريت الكامبين نفسها من غير اوبجيكتيف، وبحدد انا الاوبجيكتيف او ببقى عارفها تمام، وفي نفس الوقت بشتغل عليها بقى كنوع اعلان على طول. طيب الشغل على الاعلانات، خلينا بقى نتكلم حته كده مهمه جدا. الشغل على الاعلانات هو استراتيجيز يا جماعه، يعني ما ينفعش اقول والله انا مش عارف فلان بيشتغل مثلا من غير ما يحط اوبجيكتيف فانا هشتغل من غير ما احط اوبجيكتيف ودي الطريقه الصح. ما ينفعش حد مثلا يكون بيشتغل بطريقه او استراتيجي او بيد استراتيجي معينه وانت تشتغل وتقول والله ده فلان بيشتغل في البيد استراتيجي دي وانا المفروض هشتغلها وانا المفروض هعمل الاستراتيجي دي زيه كده بالظبط عشان اطلع نفس النتائج. تمام. خلينا واضحين كده ان في عوامل كتير بتكون مختلفه. اول عامل الاندستري، الاندستري بتكون مختلفه بشكل كبير جدا. يعني انت دلوقتي كحد شغال في اندستري وانا في اندستري تانية فمش هينفع، او انت في مجال وانا في مجال فمش هينفع ان انت تشتغل نفس اللي انا بشتغله. التارجت اودينس مختلفين، المنافسه مختلفه، الميزانيات مختلفه، كل حاجه مختلفه. تمام. انواع الاعلانات هتلاقيها المفروض تكون مختلفه، الكلام ده كله. طب لو احنا في نفس الاندستري، انا ممكن اكون بشتغل على تارجت اودينس معينين وانت بتشتغل على تارجت اودينس معينين، او ممكن ان انا بشتغل ببادجت انت بتشتغل ببادجت مختلف، ممكن اكون انا بشتغل في وقت وانت بتشتغل في وقت تاني. تمام. فخليك فاهم ان انت لما يكون معاك اكونت او يكون هتشتغل على جوجل اد لازم انت تعمل استراتيجي للاد دي اللي انت هتشتغل بيها، وتكون فاهم الاندستري دي بالظبط. عشان كده بنعمل الاد تيست او بنشتغل على التيست علشان نفهم طبيعه الاندستري دي ماشيه ازاي على حسب البادجت اللي انا محتاجها وعلى حسب الاوبجيكتيف اللي انا محتاجه. والا اذا كان كده لو كلنا هنشتغل باحسن حد بيعمل اعلانات وكلنا نمشي وراه، كنا بقى كلنا بقى اشتغلنا بنفس الطريقه بنفس البادجت بنفس كل حاجه، وكنا كلنا حطينا نفس الاوبجيكتيف، كنا كلنا اشتغلنا نفس الاوبجيكتيف، خلاص كلنا شغالين بنفس الاوبجيكتيف دي واحنا كلنا هنكريس سيلز وكلنا هنبيع، مش هينفع. تمام. فانت لازم تشتغل باستراتيجي تكون واضحه المعالم، تكون فاهم انت بتشتغل ازاي والاجزاء اللي انت بتشتغل عليها تكون واضحه بالنسبه لك، وعملت تيست وجربت طريقه اعلان تكون متماشيه مع الاندستري دي والبادجت بتاعك والتارجت اودينس اللي انت بتستهدفهم والكلام ده كله. تمام. طيب هقول لكم افضل الطرق اللي بشتغل عليها كشكل بشكل بيرسونال كمحمود، وتقدر تاخد بده او تاخد منه نوليدج معينه، وما تاخدش منه برضو النولج اللي انت مش محتاجها، بس انت تفهم طبيعة الشغل وعلى حسب الاندستري بتاعتك والشغل بتاعك بتبتدي تبني الاستراتيجي بتاعتك وطريقة شغلك. تمام. يعني انا مثلا لو انا بشتغل سيرش، تمام، في الاندستري اللي انا بشتغل فيها ممكن انت تشتغلها نفس الاندستري بس
وتارجت اودينس مختلفين، تشتغل على الديسبلاي، ممكن انا اشتغل توب وانت تشتغل سيرش هتكون افضل، تمام؟ فعلى حسب الدنيا بالنسبه لك هتكون ماشيه ازاي، او انت بتقدر تشتغل على الجزء ده ازاي، تمام؟ بس انت بتقولي ان الصوت بيقطع، يا بس انت لو الصوت تمام، او لو حد تاني شايف ان الصوت تمام يقول لي ان الصوت تمام. وحبيبي بيقطع جدا. ايه بيقطع جدا؟ اوكي محمود الصوت بيقطع جدا، يعني شبه انعدام لصوتك صار، يعني طب يا جماعة الصوت بيقطع كتير كتير، فصوتك تقريبا وبرضه انا عندي هون في تركيا انترنت 4G كمان عم بستعمل، يعني ما بظن المشكلة من الانترنت. طيب كده، طيب الدنيا تمام، سامعيني ولا بيقطع شوية؟ اوكي تمام. طيب انا برضو عمال فعليا يعني انا اصلا المكان اللي انا فيه فعليا النت فيه اصلا وحش يعني، ف طيب إيه؟ يعني انا غيرت برضو شوية نت تاني، ف يعني دقيقتين الله كده هيك تمام. وادوني كده تنبيه، هل كده الصوت تمام ولا برضه في مشكلة؟ لا تمام هي. تمام زي الفل. طيب انتوا في حاجة معينة وقفتوا لحد عندها ولا انتوا متابعين بس الدنيا قطعت شوية؟ لا الدنيا قطعت، فما انه ما عاد سمعنا صوتك من لما قلت الشحن والداتا. شحن والداتا. فقبل ما نخش على الإعلان، اوكي انا كمحمود بشتغل ازاي. طيب هو كنا بتكلم، فانا محمود بشتغل ازاي، بشتغل بطريقة معينة، مش شرط ان انت تشتغل بنفس الطريقة. اتكلمت في ان الجزء بتاع الاستراتيجي، ان الادز نفسها كاستراتيجي بتختلف كل واحد على حسب الاستراتيجي اللي بيشتغل بيها، بس في افضل الطرق اللي انت ممكن تشتغل بيها، وافضل الممارسات اللي انت تقدر تمارسها في الاعلان، وافضل الاستراتيجي اللي انت تقدر تنفذها، لكن على حسب كل اندستري الدنيا بتكون ماشيه ازاي، وعلى حسب الوقت اللي انت بتشتغل فيه وبتنافس فيه، وعلى حسب البادجت والميزانيه بتاعت الشركه او بتاعت الكلاينت اللي معاك اللي انت بتشتغل بيها، وعلى حسب نوعيه الاعلان اللي بتشتغلها والسعر بتاع البرودكت اللي انت بتشتغله، تمام؟ عشان كده في حاجه اسمها ماركتنج ميكس، انت لازم تكون فاهم الماركتنج ميكس بتاعك ماشي ازاي، كبرودكت انت بتقدر تسعر البرودكت ده والاد فاليو بتاعته ازاي، والبروموشن بتاعك هتبنيه ازاي، والبليسمنت اللي انت هتشتغل عليها هتكون ايه بالظبط، والبرايس بتاعك هيكون ايه. فانت لازم تكون مواكب الكلام ده وتبني عليه استراتيجي، فما فيش حاجه اسمها احسن حد بيعمل ادز تمام واحسن استراتيجي وانت بتشتغل عليها، انت كل واحد بياخد الاستراتيجي بتاعته او طريقه الشغل بتاعته بيبتدي يشتغل عليها على حسب الاندستري اللي هو شغال فيها، تمام؟ ده كان ملخص الكلام اللي انا قلته، او حاولت اقول لكم كل الحاجات اللي سقطت منكم، تمام؟ بس برضو سوري على النت اللي بيقطع، ولو كده برضو حاجات حد وقع منه حاجة يعني يتابع معايا برضو، واللي هيقع منكم انا برضو هعيده تاني، تمام؟ طيب لما احنا بنكريت الاد، انا كمحمود قلت لكم بسيبها، بسيب الاوبجيكتيف مفتوحة تمام، او الجولز مفتوحة تمام، وبحدد انا طبيعة الاندوستري اللي انا بشتغل عليها، بحدد الجزء بتاع التايبس او الجزء بتاع الكامبين، وببتدي اشغل الكامبين على حسب اللاندنج بيج اللي انا مظبطها تمام، وطريقة الاعلانات والكيوردز والناس اللي المفروض انا بستهدفها بتسيرش ازاي او موجودة فين بالظبط، تمام؟ طيب اول حاجه او اول شغل هنبتدي نشتغله، او اول كامبين نبتدي نشتغلها، هي الجزء بتاع السيرش. الكامبين بتاعت السيرش هو
تكست تمام بيظهر في الـ 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 الاعلانات في السيرش بتاع الناس في صفحه السيرب نفسها، والناس المفروض ان هي بتسيرش على كلمه معينه، بيبتدي ان الجوجل يوجه اعلانك ليها ويوجه طريقه شغلك ليها. يعني مثلا لو انا بدور مثلا على مثلا ماركتنج مثلا كورس، لو انا بدور على كورس معين فهنا بيجيب لي ان هنا مثلا في اد. طب دي كده السيرش، دي كده يعني هات السيرش تظهر بنفس الطريقه دي او بنفس الاسلوب ده، ان الماركتنج كورس، او لو انا مثلا بدور على ماركتنج كورس فبيبتدي يكون بنفس الطريقه تمام، بيبتدي الاعلان يظهر لي عادي جدا وبيظهر بنفس الشكل ده على حسب التارجت اودينس اللي احنا مستهدفينهم او التارجت اودينس اللي احنا بنشتغل عليها تمام. طيب ده طبيعه السيرش او طبيعه الاعلانات بتاعه السيرش، واللي هي بتظهر زي ما قلنا في صفحه الاعلانات. طيب تعالى بعد كده نشوف الجزء بتاع الديسبلاي. الجزء بتاع الديسبلاي هنا انت بتعرض تكست وصوره تمام بتاعه الاعلان بتاعك، سواء بتظهر بقى في موبايل اب، بتظهر في كذا نوع من انواع الاعلانات، لكنها بتظهر في الادز في صفحات مختلفه، وفي الفيديوز بتاعه لو بتظهر ك في الفيديوز بتاعه الاعلانات بتاعه جوجل، وبتظهر في اكتر من مكان، لكنها بتكون محور مهم جدا في بعض الاعلانات. طب الجزء بتاع الشوبينج، الجزء بتاع الشوبينج هنا لو انت عندك ويب سايت وربطه بجوجل اد تمام، بيبتدي ان انت تشتغل عليه، ان انت تكونفرجن عليه، وخصوصا الجزء بتاع الربط كديسبلاي كديناميك نوع من انواع الاعلانات. انت بتعمل دايناميك، بتعمل ربط ما بين الويب سايت وما بين جوجل اد. طيب وبعد ما بتعمل الربط ده ايه اللي بيحصل؟ لو انا عندي مثلا ويب سايت اي كوميرس او ويب سايت ببيع من عليه منتجات، فببتدي احط عليه المنتجات عادي جدا، وابتدي اربط جوجل اد بالويب سايت، وبناء على هذا الاساس او بناء على الربط ما بين جوجل اد وما بين الويب سايت بتاعي، ببتدي اشتغل على الشوبينج وابتدي اعرض الاعلان بتاعي وابتدي اشتغل عليه. طيب طبيعه الفيديو في الاعلانات، هي الفيديوز بتاعه فيسبوك بتاعه يوتيوب، وهنا بتظهر بتكون طبيعه الاعلان من 6 ثواني تمام لحد 15، وبيبتدي يشتغل الاعلان على يوتيوب زي ما احنا بنشوف لما بتكون شغال على يوتيوب عادي جدا، وتلاقي الاعلان جه. دي طبيعه الاعلانات اللي تشتغل على اليوتيوب. طيب بعد كده الجزء اللي بعد كده، لو انت عندك ابلكيشن محتاج الناس تكونفرجن عليه، او محتاج الناس تشتغل على الاد ده وتبتدي تشتغل في الجزء بتاع الاد ده على انها تحمل الابلكيشن ده لو في ابديت معين، لو هو محتاج ان هو ينزل الابلكيشن ده او يشتغل على الابلكيشن ده في مثلا ابديت زي ما قلنا ان انت تنزله، او في مثلا محتاج تعمل اويرنس على الابلكيشن ده، والله انت ممكن تستفيد من الابلكيشن ده بطريقه معينه. وابتدي لو انت شغال على موضوع الابس، او لو انت عندك ابلكيشن بتبتدي تشتغل على الجزء ده تمام. دي كده اهم الانواع اللي انت المفروض تشتغل عليها، او الكامبينز اللي انت بتشتغل عليها علشان تشتغل على جوجل. هنا طبعا الديسكفري بتشتغل على انواع معينه زي اليوتيوب، زي الجيميل، زي انواع مختلفه، وبتبتدي من خلالها ان انت بتظهر في اكتر من مكان. هنا لو انت محتاج تظهر في مثلا لو انت عندك بليس ستور على الارض، ومحتاج ان انت تدي اي في مساحه معينه او في لوكيشن معين، ومحتاج ان انت تشتغل عليه، ده جزء مهم جدا، وبتحدد اللوكيشن وبيسكوب جدا على جزء اللوكيشن. تعالوا كده نشوف مثلا الاعلان بتاع السيرش المفروض هنبتدي بيه النهارده، او هنشتغل عليه الجزء بتاعه النهارده. الجزء بتاع السيرش لو انت هتشتغل على سيرش او هتشتغل على، والسيرش ده على فكره من افضل انواع
الاعلانات في جوجل يعني، لان هو بيعتمد على الناس ان هي already interested، وبناء على ان هم interested بالبرودكت بتاعك بيعملوا سيرش، فاوريدي انت موجود وحاطط الكيوردز بتاعتهم وفاهم الكيوردز اللي هم شغالين عليها وبتشتغل عليها. طيب خلاص احنا قلنا الناس، خلاص انت حددت السيرش. طب الناس اللي هتعمل سيرش وتلاقيك دي، هل انت هتخليهم يخشوا على الويب سايت ويشتغلوا على الويب سايت ويزوروا الويب سايت بتاعك، ولا هيخشوا على الجزء بتاع الفون والناس دي تخش تتعامل معاك وتكلمك وتشتغل معاك دايرك او تتكلم معاك دايرك؟ طيب ده بيعتمد على ايه؟ هل انت عندك الويب سايت ومجهزه وعندك بيج معينة محتاج الناس تكونفيرجن عليها او تشتغل عليها، ولا محتاج الناس تكونفيرجن وتقول معاك على طول والناس تدخل تتكلم معاك وتكونفيرجن معاك كول؟ طيب تعالوا كده مثلا ناخد، لو الناس هتكونفيرجن مثلا معايا كول، نبتدي ان انت تشتغل على على الكولز بتاعتك وتقول للناس والله انا محتاج الناس تكونفيرجن معايا وتكمل معايا كول عادي جدا، تمام، وتشتغل معايا على الجزء ده. طيب تعالوا كده مثلا، خلاص انت دلوقتي لما بتيجي تشتغل على الكامبين، قلنا ان الكامبين بتاعتك بتكون شغال على اكتر من طريقة، بتكون او اكتر زي ما قلنا استراكشر، تمام، بتمشي عليه. الاستراكشر ده بيكون ان انت بتحدد الكامبين، السيتنج بتاعتك كاوبجكتيف بتشتغل عليها، الكامبين دي محتاج تشتغلها باني اوبجكتيف بالظبط، تمام، وبعد كده بتعمل جروب للكامبين دي، والله انا الكامبين دي محتاج ليها استراتيجي معينه كبيد وكتارجت اودينس، وبعد كده بتعمل كرييت للاد نفسه بالكيوردز بتاعته، تمام. اتكلمنا على الاستراكشر ده قبل كده وشرحناه، ان انت محتاج تشتغل عليه، يبقى لازم تظبط الجزء اللي احنا اتكلمنا فيه ده، بتشتغل على نفس الاستراكشر، انت بتحدد الكامبين بالاوبجكتيف بتاعتك وتعمل السيت اب ل الجزء بتاع الجروب بتاعك وبتشتغل على هذا الاساس. طيب ولنفترض ان انا الاوبجكتيف بتاعتي او الكامبين اللي انا هشتغل عليها ان انا هعمل مثلا كامبين للناس اللي هي شغاله على الجزء بتاع مثلا بتسيرش على ماركتنج كورس، تمام، او نفترض ان انا هشتغل على الجزء ده. طيب طب خلونا كده، لو في حد عنده اسئله، انا شفت في حد عنده اسئله، في لو حد عنده اسئله يسال قبل ما نخش في البورت بتاع الجروب. أستاذ محمود، بس بعد إذنك عندي سؤال واحتمال شوي يكون جوابه طويل، فإذا بتسمح لي اتفضل. أو بتحب نأجله، ما عندي مشكلة. طب قوله لو هو سريعا هنجاوب، لو كده نتناقش نحطه في الاخر نتناقش فيه. أوكي أستاذ محمود، أنت كشخصيا كأستاذ محمود، تمام، فلنعتبر أنه لساتك بداية رحلتك في تعلم السوشيال ميديا ماركتينج والإعلانات الأدفرتايزنج، وحتشتغل أنت مخطط مستقبلا بإذن الله حتشتغل دروب شيبينج مثلا من علي إكسبريس لأمريكا كندا واللي هن. فأنت كشخصيا كأستاذ محمود بتعرف أنه حاليا الفيسبوك عم بيصير فيه مشاكل، شو البلاتفورم الإعلانية اللي بتخلي إعلاناتك عليه وبتستهدف جمهورك؟ جوجل طبعا، جوجل، وبرضه ده بيرجع للاندستري والتارجت اودينس. يعني لو انا هتكلم مثلا على ان انا هشتغل على دول معينه، ببتدي اشوف الدول دي انتر اكشن اصلا وفعاله جدا على اني بلاتفورم، وابتدي اشتغل عليها. تخش على حاجه اسمها وي ار سوشيال ميديا، تمام. انت قلت مثلا ايه بالظبط، دول ايه؟ أمريكا، إنجلترا، يونايتد كينجدوم، وأوروبا بشكل عام، مثلا هدول الدول اللي بتشتري أكثر شيء أونلاين. اوكي طب تعالى مثلا كده نقول we are social media united بص انا هسيبها هنا على جنب، واخر يعني واحنا بنتناقش في الاخر هفتحها واقول لك الدنيا دي تمشي ازاي، بس هسيبها مفتوحة عشان ما ننساش وهنرجع لها عشان الموضوع هيطول شوية، اوكي ما في اي مشكلة. تمام، خلاص، بس انا سايبها مفتوحة عشان نرجع لها تاني.
تمام تمام طيب في حد عنده اي سؤال تاني قبل ما نخش في البورت بتاع السيت اب؟ هو بس انا بعتذر، هو احنا عندنا ميت اب كامل في الاس اي او. موجود على الشانل بتاعت اليوتيوب. تمام، شكرا جدا لك. عفوا، هتلاقيها مثلا كده موجود، هتخش على اليوتيوب هتلاقيها. هبعتها لك. طيب ماشي، تمام، شكرا لاهتمامك. وفي برضو على الجروب بتاع الفيسبوك يونت كامله للاي سي او من اي تو زي برضو. طب احنا خدنا فيها شهر كامل. تمام. طيب خلاص، احنا حددنا الاوبجكتيف واشتغلنا عليها. بعد كده الكامبين نيم، بتسمي الكامبين بتاعتك. من احسن الحاجات اللي انت برضو وانت شغال، في ناس بتشتغل كده من غير ما تسمي الكامبينز، وبعد كده تيجي تعمل ريبورت تقعد تدور على الكامبينز بتاعتها. تمام. طيب خلاص احنا سميناها الكامبين، خلاص بنبتدي نشتغل. بعد كده بيقول لك انت محتاج الكامبين بتاعتك تظهر في السيرش نتورك، بس الناس اللي تعمل سيرش تلاقيك في صفحه السيرب وفي جوجل سيرش وتطلع لهم في الريزلت. تمام، ولا انت محتاج الناس كمان تكون موجوده في الادز بتاعتك او ككاستمر، الاماكن اللي بيكون موجود فيها الكاستمر. يعني مثلا لو انا الكاستمر بتاعي بيدور مثلا على ماركتنج كورس على الجزء مثلا بتاع سيرش بجوجل، لكن لما يروح مثلا على يوتيوب يلاقيني برضه بطلع له كادز موجود في اليوتيوب. فهل انت محتاج ده، ولا انت محتاج بس توصل للناس اللي هي بتعمل سيرش على جوجل وانا اطلع لها في ريزلت وخلاص؟ تمام، فانت بتختار ده من خلال النيتوركس بتاعتك. والله لا، انا محتاج الناس اللي هي تعمل سيرش اطلع لها في الريزلت وخلاص، ولا انا محتاج اشتغل على الجزء بتاع الديسبلاي نتورك وابتدي الناس اللي بتسيرش عليا اظهر لهم في يوتيوب، اظهر لهم على سايت معين، او اظهر لهم في ابلكيشن المفروض ان انا اظهر لهم ما دام هم انترستد بالجزء بتاع السيرش بتاعي. طيب تعالى بقى، هنا في حاجه اسمها، هنا هتلاقيها الشو مور سيتنج. هتيجي على الجزء بتاع الشو مور سيتنج، بتبتدي تحدد هل الكامبين بتاعتك انت هتسيبها مفتوحه، ولا انت هتعمل لها ستارت ديت وتعمل لها سيلكت الديت معينه وتبتدي تشتغل على الكامبين دي بالظبط. في حاجه مهمه جدا، لو انت الكلاينت بتاعك او الناس اللي انت بتستهدفهم ليهم اوقات معينه بيعملوا فيها سيرش، والاوقات دي بسيزون معين او باوقات معينه او بتفاصيل معينه، بتبتدي تحدد الستارت والاند بتاع الديت بتاعك. مش محتاج ان انت تحددها خلاص، مش مهم تحددها، بتسيبها زي ما هي، ما بتعملش سيلكت لاند ولا اي حاجه، وبتسيب كل حاجه زي ما هي. تمام. عندنا بعد كده الجزء بتاع الكامبين يو ار ال، ده حاجه اوبشنز. لو انت محتاج تضيف اليو ار ال بتاع الكامبين بتاعتك او البيج بتاعتك اللي انت هتشتغل عليها، بتحطها بحيث ان انت بتدي تراكنج اكتر، ودي بتكون تمبلت جاهزه عندك بحيث ان انت تشتغل عليها كتراكنج بعد كده، او الناس بتدوس عليها كليك لو انت بتحطها عشان تشتغل بعد كده على الدايناميك سيرش سيتنج. ان انت بتشتغل على الدايناميك. طب الدايناميك ده ايه؟ ان انت بتشتغل على الويب سايت بتاعك. تمام. وبتربط الويب سايت ده بصفحات معينه. يعني ولنفترض مثلا، تعالى كده نشتغل على الجزء بتاع تشتغل على الجزء بتاع الديناميك. طب هشتغل ازاي دايناميك؟ والله بقول والله انا الدومين بتاعي مثلا، تمام، او الصفحه اللي انا محتاج اشتغل عليها فيما بعد بشكل دايركت على طول، فيما بعد الناس تبتدي تبقى عارفه الاد ده او تبقى عارفه الاعلان ده، ويكون شغال بشكل دايم. يعني دايما دايما الناس اللي تيجي تسيرش على ماركتنج كورس يطلع لها البيج دي. تمام، دي حاجه شغاله بشكل دايم. هل بقى انت محتاج ده للصفحات اللي معمول لها اندكس، ولا اليو ار ال بتاع البيج بتاعتي بس، ولا انت محتاج ده يظهر لهم ازاي؟ فالجزء بتاع الدايناميك ده انت
الجزء بتاع الديناميك ده انت لما بتيجي تشتغل، وبتشتغل لو انت عندك بيج وانت محتاج الناس تستهدفها على طول او الناس تكونفرجن عليها على طول، بس انا مش بشتغل عليها او بسيبها زي ما هي، بحيث ان كل اعلان ليه وقته ليه ظروفه ليه تفاصيله. طب الناس اللي هتشتغل على الجزء ده بتشتغل عليها ازاي؟ والله لو انا مثلا شغال في سيزون رمضان كل سنه، حلو، والاكونت ده انا بشتغل عليه كل سنه، وانا عندي سيزون رمضان، ببتدي اشتغل على مثلا الفوانيس ولنفترض من اول مثلا 25 شعبان مثلا لحد مثلا 10 رمضان، تمام. فانا ببتدي اظبط التايم بتاعي او ببتدي اظبط الاوقات بتاعتي، وبعمل سكادول للجزء ده، مع ان مثلا زي ما احنا بنقول رمضان ايام متغيره، بس مثلا خلينا نفترض ان انا بشتغل على راس السنه مثلا، ان انا عندي راس السنه وبشتغل على الكريسماس كل سنه، ببتدي اعمل اعلان دايناميك ان انا كل سنه الناس تستهدف البيج دي، الناس اللي بتسيرش على الكيوردز دي تدخل على البيج دي. انت مش محتاج تظبطها، خلاص بتسيبها زي ما هي جدا، ما بتعملش فيها اي حاجه وتسيبها زي ما هي. انت اهم حاجه بتحدد بس في، او تكون فاهم بس المور سيتنج دي فيها ايه. طيب تعالى بعد كده الجزء بتاع اللوكيشن، الجزء بتاع اللوكيشن. طيب لو انا شغال مثلا ان انا دروب شيبنج، زي ما زميلنا كان بيقول او صاحبنا كان بيقول دلوقتي، باشمهندس كان معانا، لو انا شغال دروب شيبنج ولسه اول مره، لسه اول مره، انا مش عارف مين اللي في يونايتد ستيت انترستد بيا ومهتم بال البرودكت بتاعي، ببتدي عادي جدا لو انا شغال في نفس الجزء بسيب الدولة كلها عادي، وبشتغل على الجزء بتاع الدولة لحد ما اشوف اني بالظبط مجموعة او اني جزء من الدولة مهتم بيا، وبيبتدي يشتغل على الجزء بتاعي، ويبتدي يحدد الدولة دي مثلا، يبتدي يشتغل على الجزء ده ويبتدي يحدد والله الدولة دي هي اللي مهتمية بيا، تمام، والجزء في الدولة دي هم هو اللي مهتم وبيشتغل على أنا مش في حاجة في الرسائل، أنا عندي أنا في شخص بيضغط عليه كتير، إزاي أحذره؟ هنوصل للكلام ده يا يوسف، وأقول لك الدنيا دي بتمشي إزاي. طيب أنا دلوقتي خلاص عندي، فأنا بختار والله أول إعلان ليا وتاني إعلان، إن أنا بختار يونايتد ستيت بشكل كامل، وبشوف على اليونايتد ستيت الناس المفروض هستهدفها مين. اول ما بيشتروا مني مره والتانيه، خلاص انا حددت الناس دي ان هي بتشتري مني، فانا هشتغل على الجزء ده من الناس. والله خلاص انا عرفت ان في ولايه والتانيه هم دول اللي بيستهدفوا مني، او هم كاليفورنيا مثلا دول اكتر ناس بتشتغل معايا، او هم دول اكتر ناس بيشتروا مني، فخلاص انا بحددها. في الحاله دي انت بتحدد الدوله بشكل كامل، الحاله دي تحدد الدولة بشكل كامل. طيب لو انت مش محدد ده، او انت مش عارف، او انت عارف التارجت اودينس، فبلاش ان انت تشتغل على دولة كاملة وتحدد بقى الدولة كاملة على بعضها، وتبتدي ان انت تشتغل اي حد من اي حتة هيشتري منك، خصوصا لو انت كمان لوكال بيزنس، لو انت لوكال بيزنس او زي مثلا قلنا ريستورانت، لو انت مثلا ستور بيبيع اكسسوارز، الكلام ده كله، فانت مش شرط ان انت تحدد الكلام ده، فانت لازم تفهم الكلاينت اللي انت بتستهدفه وبيعمل سيرش عايزه من اي حتة بالظبط، تمام. طيب خلاص انت بتحدد اللوكيشن وعرفت الجزء بتاع اللوكيشن، وان الناس دي او اللي في المنطقه دي هم دول اللي انا محتاجهم، بتبتدي بعد كده تحدد اللانجويج، وبتشوف الناس اللي هتعمل عنك سيرش هتفهم الكلام انت قايله ولا لا. دي حاجه. حاجه تانيه الجزء بتاع اللانجويج، ما ينفعش ان انا اسيبها مثلا كده وابتدي ان انا الناس اللي بتسيرش عني اسيبهم يدوروا كده على حسب اي لغه. هو اي نعم جوجل على حسب اللانجويج اللي معمول بيها سيرش هيبتدي يشتغل ويشوف انت اعلانك شغال ازاي. طب هل انا مثلا لو انا بستهدف الناس اللي مثلا في روسيا، تمام، او مثلا الناس اللي في مثلا في الهند بيتكلموا هندي، حلو، طيب هل انا احدد لغة الاعلان اكتبها هندي، ولا اشتغل على الاعلان اخليه مثلا لغته انجليش واسيب الاعلان زي ما هو؟ لا، انت بتحدد اللغة اللي انت مستهدف بيها الناس دي بتتكلم بأنهي طريقه، وبتبتدي تشتغل على هذا المنوال، وبتبتدي تشتغل على الاساس ده، تمام، ما بتسيبهاش كده فاضيه خالص وتعديها، لا انت بتحددها او بتسيبها أو لغة الدولة ولا
اللغة السيرش اللي بيتم بيه السيرش مثلا. لا بص، هو اللغة بتاعت الدولة ممكن أي حد في أي دولة يدور بأي لغة، فاهم؟ الموضوع دايناميك أكتر من إنه تقدر تتحكم فيه في دولة، فأنت بتسبورت أو بتسكوب جدا على الجزء بتاع التارجت أودينس. التارجت أودينس اللي هيجوا لك أصلا من المنطقة دي، اللانجوج بتاعتهم إيه بالظبط، أو أنا مستهدف الناس بتتكلم بأني لغة، تمام؟ يعني أنا مثلا ممكن أستهدف الناس اللي في مصر بس بتعمل سيرش بالإنجلش، يعني إحنا مثلا عندنا في مصر هنا يعني ناس كتير بتعمل سيرش بالإنجلش، حلو؟ تمام. طب ما عندي مثلا ناس في، لو انا مثلا بشتغل على شرم الشيخ مثلا في مصر، تمام، لا انا ممكن احدد اكتر من لغه، لان في شرم في سياح كتير مختلفين وفيهم روس كتير، فانا ممكن احدد لغه مختلفه، فاهمني؟ سمعتني ولا ان شاء الله قاطعتني؟ تمام، كان بس الصوت عمال بس يقطع شوية، بعتذر لك. لا يعني لو بيقطع من عندنا اللي بعتذر لك والله. سامعني طيب ولا طب لو حد تاني سامعني يقول لي تمام. تمام استاذ محمود، انفهمت الامر هذا. ايه؟ لا تمام، فهمنا هذا الأمر، شكرا. فبجوز الشبع بيقطع الصوت عنده، فما في مشكلة. تمام اوكي طيب خلاص، ده الجزء بتاع الانجليش. بنيجي بعد كده للجزء بتاع الاودينس، تبتدي تحدد الاودينس بتوعك، بتشوف الاودينس بتوعك. والله الاودينس بتوعي ايه اللي انا بستهدفهم، دي بيشتغل على السيرش. لو انت في كيوردز معينه انت محددها او نوعيه معينه من الناس انت محددها، بتبتدي تشتغل. هل انت عندك ايديا معينه محتاجها في حاجات كنت عامل عليها سيلكت قبل كده، او تارجت اودينس انت كنت محددهم قبل كده، تبتدي تشتغل على الجزء ده. والله لا انا هاجي على البراوزر وابتدي اشوف الناس الانترستد، تمام، على حسب هم انترستد، وابتدي اشوف الاندستري نفسها. ولنفترض مثلا انا محتاج الناس مثلا الانترستد ب الجزء بتاع الماركتنج مثلا، خلينا نشوف مش هنوصل لها مثلا من هنا، ابتدي ايه اسيرش ثانية كده. خلينا لو انا حد بيبتدي طبعا مش في الجزء ده خالص كده هو، تمام، ببتدي خلاص ارجع تاني وابتدي اشوف مثلا في السيرش كده، وابتدي اقول والله ماركتينج تمام، وابتدي اشوف الناس الانترستد تمام، ويبتدي يعمل سيرش ويقول لي والله الناس الانترستد ايه، ويبتدي يطلع لي والله خلاص انا ماركتنج كورس، ببتدي احددها ناس الماركتنج اودينس تمام، وابتدي احدث مثلا الناس اللي شغاله في السيلز بتبقى بتدور على او ماركتنج جوب تمام، بلاش ماركتنج جوب، ايميل ماركتنج سيرفيس ايفنت بلاننج، وابتدي اشوف الناس الانترستد ب الجزء بتاعي تمام. طيب الناس ديت البكالوريوس ولا ايه بالظبط، ولا في ادفانسد مثلا درجة او حاجة على حسب الاديوكيشن بتاعتهم؟ لا الناس بكالوريوس عادي جدا تمام، هيلث اندستري كونسيومر ريال استيت تمام، اديوكيشن تمام، اديوكيشن تمام. وابتدي اشوف طبعا على حسب طبيعة الناس، وانا الناس دي انا فاهمهم وايه، انا عارف التارجت اودينس بتوعي بالظبط هم مين، وابتدي اشتغل عليهم تمام. طيب هنا الجزء خلاص بتاع الاودينس بيقول لي هل انت محتاج شور بشكل فعلي وبشكل سبيسيفيك جدا وبشكل محدد التارجت اللي انت مختاره ده والجزء اللي انت مختاره ده، ولا انت ممكن لو في ريكومنديشن تمام. هو طبعا عامل لك ريكومنديشن للاوبشن ده، بس هو بيقول لك لو انت هو ممكن يرشح ناس اودينس مختلفين تمام، او اودينس يكونوا ريليتد بالاودينس اللي انت مدخلهم ولا لا. فانت بتقول له والله انا عادي جدا ممكن اودينس مختلفين ويكونوا تابعين لنفس الاودينس اللي انا مختارهم، وممكن على فكره برضو نعمل سيلكت للاودينس تانيين من خلال مثلا كرييت اودينس. هتلاقي هنا عندك حاجه اسمها اودينس مانجمنت تمام، بتبتدي من خلال الاودينس مانجر تحدد انت محتاج الكونفرجن بتاعك يجي منين تمام.
بتعمل هنا، هتلاقي يقول لك والله انت محتاج الاودينس بتوعك منين، بتبتدي بتختار هل من الجزء بتاع الماركتينج ولا محتاج كاستم اودينس انت تبنيهم بشكل محدد، تمام، ولا انت محتاج اودينس كومباوند لو انت عندك اصلا اودينس عامل لهم سيف قبل كده. طب تعالى كده نشوف لو احنا هنعمل سيت اب هيجيب لنا ايه في الجزء بتاع السيت اب هنا، تمام. بيقول لك والله الجزء هنا بيقول لك انت محتاج الاودينس بتوعك يكونوا من اليوتيوب تشانلز بتاعتك، انت عندك يوتيوب تشانل انت محتاج تجيب الاودينس اللي عليها علشان تستهدفهم، لو انت مثلا بتدي كورسز ماركتنج حلو على اليوتيوب، فانت في ناس متابعينك، طب الناس اللي متابعينك دول انا ممكن اعمل لهم مثلا لو انا عندي ايفنت، لو انا عندي ايفنت بيتكلم في الماركتنج حلو، طيب الناس اللي خدت بقى كورس وانترستد عندي والكلام ده كله ببتدي ان انا استخدمه، والله اقول لهم انا مستهدفكم وبقول لكم ان انا عندي ايفنت وابتدي اعرض عليهم الايفنت، ممكن اجيبهم من الناس اللي حملت الابلكيشن بتاعي وابتدي او من اكونتي على جوجل بلاي، تمام، ممكن اجيبهم من خلال جوجل اناليتكس، تمام، وابتدي احدد لينك بجوجل اناليتكس، تمام، وابتدي اشتغل عليهم، تمام. هنيجي للاجزاء دي عشان نشوف برضو التولز اللي بنشتغل عليها، تمام. ممكن انا لو عندي اب من الاب اناليتكس وابتدي اشتغل على الاجزاء دي كلها، وابتدي اشوف اللينك ما بين القناه بتاعتي مثلا، وابتدي اتارجت الاودينس بتوعه واقول والله انا محتاج الاودينس اللي موجودين هنا، تمام، في الاكونت ده، تمام. طيب تعالى بقى، خلاص انت ظبطت التارجت اودينس وفهمت التارجت اودينس والتفاصيل بتاعتهم، نيجي بقى للحته بتاعت البادجت، تمام. البادجت بتاعتك هنا انت بتحددها وانت شغال عليها، اعرف ان انت بتحدد البادجت دي، مثلا انا محدد مثلا ولنفترض في الكامبين دي 100 دولار، طب ال 100 دولار دول على مدار شهر، تمام. جوجل مش هيصرف اكتر من ال 100 دولار بتاعك، لكن باي ديلي يوميا هيصرف لك اعلى او ازيد على حسب الكونفرجن اللي حصل في اليوم ده، على حسب السيزون بتاع اليوم ده، هل اليوم ده كان فيه انتراكشن كتير وفي سيرش عليك، لا اليوم ده مفيش، فانت ممكن في يوم تلاقيه صارف مثلا 1 دولار ويوم تاني تلاقيه صارف 15 دولار، تمام. طب الفرق هنا ايه؟ الفرق ان هو بيشوف الايام اللي فيها سيرش كتير عنك وكليكس كتير وبيحصل كونفرجن كتير وفي ناس بتسيرش واتظهرت في المحركات البحث وحصل عندك كليك، ويبتدي ان هو يحاسبك على ده، لكن مينلي في الاخر مش هيصرف اكتر من ال 100 دولار، ولو حصل حاجه زي كده تبتدي تكونكت معاه ويبتدي يرد لك الفلوس اللي صرفها اكتر من كده. طبعا لو حد مثلا من الكلاينتس او حد مثلا من المنافسين بتوعك بيضغط على الكليك بتاعك او في اي دي معين بيضغط على الكليكس بتاعتك. طيب انت هنا بتحدد البودجيت وبتحطها عادي جدا، وانت شغال على الجزء بتاع البودجيت ممكن ما تحددش ماكسيمم ليميت، تمام. ولو انت لسه ستارت، لسه في الاندستري دي شغال فيها بشكل ابتدائي، لسه بادئ فيها، خلاص انت ما تحددش ديها ماكسيمم وتسيبها عشان تشوف الجزء ده، هل انا الناس اللي هتيجي تتعامل معايا او تيجي تدوس كليك عندي هيدفعوا كام، وبناء على التيست ده بتبتدي تفهم انت المفروض المنافسه شغاله على كام، وبتبتدي تشتغل على هذا الاطار، بتبتدي تشوف والله انا عارف ان الماكسيمم مثلا السي بي سي، تمام، او الكوست بير كليك عندك، تكلفه كل نقره، تمام، بيكون الليميت بتاعها في حدود 1 دولار، تمام، ده تكلفه الكليك، والله انا عارف ان هي بتكون في حدود مثلا 10 دولار، تمام. طيب فانت بتبقى عارف التكلفه بتاعتك كام، لو انت مش عارف او انت لسه الدنيا بالنسبه لك مش مظبوطه بتبتدي تشبهها زي ما هي، تمام. طيب في هنا عندك الجزء بتاع الاستراتيجي، لو انت ظابط البروفايل بتاعك في السيتنج بتاع جوجل ان انت والله انا بصرف مثلا في الشهر، انا ظابط ان الاكونت بتاعي يصرف في الشهر
مثلا $30، تمام؟ فانا بقول له والله ظبط ان انا اصرف مثلا على حسب البادجت بتاعتي، او على حسب البادجت بروفايل بتاعي، انا البروفايل بتاعي ماشي ازاي، او انا البروفايل بتاعي ايه بالظبط، تمام؟ ويبتدي يتحدد على هذا الاساس، تمام؟ طيب انت بتشتغل على هذا الاساس وبتدي ايه تكمل عليه. طيب تعالى بعد كده تشوف الجزء بتاع الكونفرجن. خلاص احنا متارجتين ان احنا بنكونفرجن الجزء بتاعنا، بنكونفرجن بيه بالكول، تمام؟ الناس هتخش تشتغل او تشتري مننا كول، تمام؟ او تشتغل معانا على جزء الكول، الناس اللي هتيجي بالنسبه لي، او الكونفرجن بتاعي او الاكشن بتاعي اللي هيحصل، الناس هتكونفرجن معايا كولز. طيب تعالى بعد كده نشوف الاجزاء الثانيه. والله انت بتبتدي تظبط الاجزاء دي على حسب انت محتاج، يعني انا مش بستخدمها برضو، او الاجزاء دي بتعمل ليفل معين لاكستنشنز او اضافات للكامبين بتاعتك، بتعمل نيو وتبتدي تضيف ديسكريبشن، تمام؟ واللينك بتاع الاد بتاعتك علشان تظهر في اكتر من مكان بنفس التمبلت دي. ممكن انت برضو ما تشتغلش عليها وتسيبها، لكنها هي بتقول او الجزء ده بكونفرجن عليك، تمام، بنسبه 15% اكتر، لكنها برضو لو انتوا برضو عشان الناس لسه بتبتدي بلاش برضو تحددها دلوقتي، سيبها لحد ما تبتدي تستكشف الجزء بتاعك، تمام؟ بعد كده بنخش بنعمل سيف اند كونتينيو، تمام؟ بيقول لك هنا عندك في فيكسد، تمام؟ تايب يوز استراتيجي، تمام؟ وبتكمل عادي. ايوه طيب تعالى هنا بقى، خلاص انت عملت الجروب بتاعك، عرفت ان انت هتحط بودجت ازاي لو انت لسه اول مره بتعمل بودجت، او اول مره بتشتغل على الكامبين دي، بتبتدي تشتغل على الكامبين دي بتسيبها مفتوحه، لو انت عارف البودجت بتاعتها بتبتدي تشتغل على البودجت بتاعتها، وبتبتدي تشتغل على الاجزاء بتاعتها، لو انت اودينس بتختار الاودينس بتوعك ازاي، وبتحدد اللوكيشن بتاعك ازاي. طيب هنا بقى الجزء اللي احنا بنتكلم عليه، ان انت تكريت اكتر من اد، تكريت اكتر من اد، مش هينفع تشتغل على اد واحده وتكمل على نفس الاد، والاد دي مثلا للناس اللي هي عايزه تاخد مثلا ماركتنج، مثلا لو انا بتكلم مثلا في الناس اللي محتاجه ماركتنج مانجمنت كورس، تمام؟ خلينا مثلا نقول، خلينا مثلا نقول جوجل ادز، تمام؟ خلينا بس نشيل ايه الكلام ده، تمام؟ خلينا ايه نعدل هنا كده، نقول والله انا شغال كامبين على الناس اللي محتاجه تاخد ماركتنج كورس، لكن بسبيسيفيك بشكل محدد جدا، انا محتاج الناس اللي عايزه تاخد جوجل اد، تمام؟ اقول له والله، بيقول لي هات طبعا لو انا معايا كيوردز ببتدي اشتغل عليها، لو انا مش معايا كيوردز محدده بقول له والله اديني او اشتغل على الجزء بتاع الكيوردز، وقول لي الكيوردز بتاعتك ايه، تمام؟ طب في هنا بقى حته مهمه جدا، تمام؟ او جزء مهم جدا، اللي انا كنت في الاول بقول نتكلم فيه ولا نيجي في ساعتها علشان نتكلم فيها، الجزء بتاع الكيوردز نفسه. لو انت بتشتغل على الكيوردز، انت محتاج تشتغل على الكيوردز للناس اللي بتسيرش على الكلام ده، ولا محتاج الناس اللي هي بتسيرش على كلام متشابه لهذا الكلام، ولا محتاج ناس شبيهه، ولا محتاج ايه بالظبط، تمام؟ يعني مثلا تعالوا كده ناخدهم جزء جزء. انت عندك هنا، تمام، تعالى كده بص كده الكلام اللي مكتوب تحت هنا، انت الكيوردز بتاعتك اللي انت محتاجها بورد ماتش، تمام، ولا فيرث ولا اكسكت، تمام؟ فانت محتاج تشتغل على الكلام ده،
محتاج تخلي بالك من الكلام ده. تعالوا كده ناخدها جزء جزء، او نفهم الابديتس اللي حصل فيها، او ايه الدنيا اللي حصلت فيها، بنتكلم في ايه، او بنشتغل على ايه بالظبط. طيب تعالى كده اقول لك الجزء جزء. طيب لو احنا بنتكلم في البورد هنا في الحاله دي، احنا بنقفل على الكلام اللي احنا مدخلينه ده، يعني الناس اللي هظهر لها في جوجل لازم يكون بشكل حتمي، لازم يكونوا كاتبين الكيوردز دي. يعني مثلا لو حد دخل مثلا كتب بيست جوجل ادز كورس، لازم اظهر له ايه الناس دي اللي انا المفروض بظهر لها، الناس دي اللي انا المفروض بظهر لها. يعني اي حد بيتكلم او بيستخدم الكلمه دي في السيرش عنده، تمام، المفروض ان انا بظهر له. يعني مثلا انا دلوقتي كاتب مثلا في الجزء بتاعي جوجل اد، اي حد هيكتب جوجل اد، تمام، او اي حد هيشتغل على جوجل اد لازم اظهر له، لازم اظهر له والله. اي حد هيشتغل على جوجل اد، طب لو نفترض مثلا حد كتب جوجل ادز وكتب مثلا جنبها في السيرش مثلا كورس مثلا فري، تمام، فانا بظهر له عادي جدا، تمام. فالمفروض ان انا بس لازم، تمام، لازم يكون كاتب الجمله دي، لازم يكون كاتب جوجل ادز كورس، لازم يكون كاتب جوجل ادز كورس، تمام، لازم يكون كاتب جوجل ادز كورس. طيب في الجزء ده لو انا مثلا، تعالوا كده نكتب مثلا جوجل ادز كورس وعملنا بلس، تمام، وعملت له ابديت، ثاني كده ومش هياخد الجزء ده هنا، نفوت فيه الكيورد، تعال كده في حاجة مشكلة. طيب تمام. طيب خلاص قلنا بقى الجزء اللي بعد كده، تعال كده ناخد الجزء التاني. طيب ماشي، الجزء التاني اللي بعد كده بنتكلم فيه ان الناس هنا اللي هتدخل على الكلمة دي وتكتبها، تمام، وتتكلم فيها بشكل مماثل. يعني مثلا لو انا مثلا كتبت مثلا ماركتينج مثلا، او كتبت جوجل ادز، تمام، لكن في كلمة جوجل ادز كتبت مثلا بعدها سوشيال ميديا، تمام. طيب كتبت مثلا، او كتبت مثلا، تعالى كده مثلا ناخد جوجل، تمام، وعملنا مثلا كده، بصوا هنا جايب لي جوجل، او جايب لي ادورد، تمام، كيوردز بلانر، تمام. فهنا اي حد بيشتغل على الجزء بتاع جوجل اد، تمام، وهو دخل مثلا جوجل اد ريليتد بادورد كيورد، ريليتد بادورد كيورد بلانر، في الجزء ده، تمام، هو ممكن يجيب لي الناس اللي تتكلم على جوجل ادورد بلانر ريليتد بنفس الجزء ده، ريليتد بنفس الجزء ده. في النوع الثاني لازم ان يكون هو ريليتد بنفس الجزء ده، بس المفروض هنا بيحافظ على الكلمة اللي انا كاتبها، تمام، سواء بقى خد مثلا حاجة مختلفة او لا، لكنه بيحافظ على الكلمة اللي انا كاتبها. يعني لازم أن يكون شغال في نفس الجزء ده، تمام. انا انتوا سامعيني؟ طيب انا مش عارف، حاسس ان الصوت
عشان في حد عايز يدخل بعمل له جوين مش بيدخل. فبشوف النت عندي مظبوط ولا في حاجة. لا أستاذ محمود الصوت كتير كويس ما فيه أي تقطيش. تمام. طيب الجزء ده، طيب في هنا المفروض كان عندنا حاجة محطوطة في التفاصيل بتاعت الكيوردز، ان انت لو انت شغال على الكيوردز تمام ومحتاج، المفروض ان الباحث مثلا اللي بيدور على مثلا سوشيال ميديا تمام، بس انا مش عايز اظهر لاي حد غير اللي بيكتب سوشيال ميديا بنفس الطريقة تمام. في الجزء ده تمام المفروض كان موجود في جوجل، تمام كان موجود في جوجل. بعد الابديت الجزء بتاع الاكساكت ده تمام ما بقاش زي الاول، او ما بقاش يدي نفس الريزلت، او ما بقاش بنفس النتيجة. دايما عادي ممكن تكون شغال وتلاقي النتائج بتاعتك هي بتظهر زيها زي البورد، زي ما هو بيظهر عادي في البورد ماتش وبيظهر عادي معاك وبيظهر نفس النتائج. طيب لو انا مثلا شغال على مثلا نتائج مختلفة تمام، او لو انا مثلا شغال مثلا على نتيجة مثلا بتتكلم مثلا في الجزء بتاع مثلا ان انا محتاج يبقى مثلا الفريز تمام، ممكن تظهر نتائج تانية تمام. طب الجزء ده حله ايه حاليا او في الفترة بتاعت الابديت دي؟ ان انت تخلي بالك ان انت تكتب الكيوردز تكون ريليتد بالشغل بتاعك، يعني بغض النظر عن الانواع دي وبغض النظر عن التفاصيل بتاعت انواع الكيوردز والكلام ده كله، خليك فاهم ان انت لما تيجي تكتب الكيوردز تمام، او لما تيجي تشتغل على كيوردز بتبتدي تشتغل على كيوردز ريليتد بالشغل بتاعك، كيوردز ريليتد بالشغل بتاعك، وتكون قريبة جدا من الكلمات اللي العميل بيسيرش عنها. عشان كده كنا بنتكلم في الاول ان انت لما تيجي تشتغل على الكيوردز لازم تتأكد بشكل كبير جدا، وتتأكد بشكل مهم جدا ان انت الكيوردز دي هي اللي الناس بتدور بيها، هي اللي الناس بتشتغل عليها تمام. تعالوا مثلا هنا احنا حطينا ويب سايت تمام، ومن خلال الويب سايت ده عرفنا الكيوردز المفروض الناس بتشتغل عليها ايه. فانت دي برضه ممكن حاجة تستخدمها تفهم الكيوردز اللي الناس بتشتغل عليها ايه بالظبط، اللي الناس المفروض بتدور بيها ايه بالظبط، وتبتدي تشتغل على هذا الاساس وتشوف الناس بتستخدم مرة تانية ايه بالظبط. ايه بعتذر اذا كنت بقطع، بس يعني حضرتك ممكن توضح لنا اللي هي الكومن كيوردز زي ما بيقولوا كده. يعني حضرتك ده فايل حضرتك بعته، ولا دي حاجة لسه تبعتها بالنسبة للموقع اللي اقدر اعرف منها اللي هي الكومن كيوردز؟ الكيوردز اللي بيدور عند الكلاينت او عند الناس او في مواقع تانية تقصد يعني، ولا اني لا تمام، هي دي بالظبط اللي الناس اللي شغالين في نفس الحاجة بتاعتي بيدوروا، او بمعنى صح يعني ايه ان الكلاينت بتاعي بيبحث بيها. تمام. انت هتلاقي هنا حاجة اسمها انتر تمام ريليتد ويب بيج تمام، هتدخل الويب سايت حلو معايا مع حضرتك تمام، وبعد كده هتدوس جيت كيوردز تمام كده. دي الصوت بيقطع كده جوه الكامبين بتاعتنا، جوه واحنا بنكريت الكامبين، ولا دي تول بار؟ لا، وانت بتكريت الكامبين في الجزء هنا بتاع كرييت اد تمام، وانت شغال على الجزء بتاع الكيوردز او بتعمل سيت اب للاد جروب بتاعك، وانت شغال على الجزء بتاع السيت اب بتاع اد جروب. تمام تمام ده معنى كده ان احنا مش محتاجين نستخدم كيورد بلانر ولا اي لا حاجه. لا محتاجه، لان انت مش شرط يكون المنافس بتاعك بيشغل صح، مش شرط الريليتد بتاع الويب سايت اللي انت بتشتغل عليه صح. انت بص، موضوع الكيوردز ده من الافضل ان انت بتشتغله من الاول تمام، زي ما احنا اشتغلنا كده المره اللي فاتت او في الميت اب اللي فات،
جمعنا الكيوردز وشفنا الكيوردز اللي الناس بتسيرش بيها ايه والريليتد ريسيرش، جمعنا الكيوردز واشتغلنا عليها دايركت على طول. تمام؟ لان انت زي ما قلنا الكامبين زي ما قلت في اول الميت اب، انت مش بتتكلم على الجزء بتاع الكامبين من ستارت ان انا بعمل نيو كامبين، لا ده من قبلها، من قبلها بتحضر اللاندنج بيج وبتحضر الكيوردز وبتحضر البيد استراتيجي اللي انت هتشتغل بيها. تمام ممتاز جدا. تمام. فانت يعني معظم الكامبينز اللي بتكون مش مظبوطه بتكون بسبب ان الناس احنا هنعمل كامبين ايه، طب يلا بينا ونعمل كرييت ونبتدي نشوف جوه البروسيس واحنا شغالين هنعمل ايه. تمام؟ بس ده المفروض غلط. تمام؟ المفروض ان انا مثلا بشتغل من الاول على الحاجات اللي هتخدم على الكامبين. زي مثلا لو انا مثلا هشتغل كامبين سناب شات، تمام، ما ينفعش ان انا اقول يلا هشتغل كامبين سناب وابتدي مثلا احدد التارجت اودينس وابتدي اشوف الميديا اللي هشتغل بيها. لا، انت من قبلها بتخش تحدد التارجت اودينس، بعد كده بتعمل الميديا لايبراري بتاعت سناب وتبتدي تجهز التمبلت بتاعتك، وانت بتخش تعمل ايه تبتدي تعمل تشوز وتشتغل على طول. تمام؟ فمثلا لو انت هتشتغل فيسبوك فانت بتخش تحدد الميديا بتاعتك والكونتنت بتاعك والتفاصيل، وبيزد على ده تبني الاد نفسها، مش بتعمل العكس. تمام؟ فهي انت الحاجات اللي بتحضرها قبل الاد هي اللي بتكون سبب نجاح الاد نفسه. تمام. طيب بعد كده بنكمل عادي جدا. تمام؟ وبنيجي بعد كده نشتغل على نيو اد. تمام؟ او لو انت عندك اد كنت عاملها قبل كده او بتشتغل عليه قبل كده، الاكونت ده احنا عاملينه المره اللي فاتت برضو، عملنا له كرييت للناس اللي عايزه تعرف بتكرييت ازاي اكونت عشان نتست عليه ونشتغل عليه. ممكن ترجع الميت اب اللي فات وتشوف تكريت الاكونت ازاي وتشتغل على الكيورد بلانر ازاي وتعمل ليست كيوردز لنفسك ازاي وتشتغل على الاجزاء دي. تمام؟ طيب الجزء الاخير اللي بيقابلك بقى في الاد نفسه وانت شغال على الجزء بتاع الاد نفسه. تمام؟ الجزء بتاع الاد نفسه وانت شغال على الاد. تمام؟ بتشتغل على الجزء بتاع الهيدلاينز. تمام؟ اللي المفروض يظهر للناس، الهيدلاينز المفروض يظهر للناس. انت دلوقتي شغال على هيدلاين فانت بتحط اكتر من هيدلاين. تمام؟ ممكن تحط 3، ممكن تحط 4، ممكن تحط 5. تمام؟ لكن من الافضل ان انت تشتغل على اكتر من هيدلاين. تمام؟ بالذات المهم جدا 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 ان انت تشتغل على اول 3 هيدلاين، كان الثلاثه هيدلاين دول هيظهروا للناس. جوجل بيعمل ايه؟ بيجي عند الجزء بتاع الاد ويبتدي يختار. تمام؟ من الاد من الهيدلاينز اللي انت حاططها افضل هيدلاين في افضل موضع في السيرش. تمام؟ ويبتدي يحطك فيه. طيب لو انا مثلا كتبت الهيدلاينز الاولانيه حلوه جدا، تمام، والبقيه الهيدلاينز اي كلام، فانت ممكن تظهر بهيدلاين مش مظبوط، ممكن الهيدلاين الاولاني اللي انت حاطه اصلا ميبقاش مظبوط. فانت ركز جدا من اول 3 هيدلاين. تمام؟ الهيدلاين الاولاني والثاني والثالث، تمام، يكونوا اساسيين جدا، يكونوا مهمين جدا ليك عشان الناس اللي بتيجي تشتغل عليه. وهنا جوجل بيحدد لك او بيعمل لك سجست ليه هيدلاينز انت ممكن تشتغل عليها، وبيديك ايديا انت ممكن تشتغل عليها في في الهيدلاينز بتاعتك. تمام؟ فانت ركز جدا في موضوع الهيدلاين وانت شغال على الجزء الهيدلاين. خلي بالك ان لازم تشتغل بشكل مهم جدا ان انت تشتغل بشكل اساسي على اول هيدلاينز انت هتشتغل عليها. تمام؟ طيب تعالى كده مثلا نكتب هيدلاينز، مثلا ناخد الجزء بتاع ريكون ريليتد بي الشغل بتاعنا. مثلا تعالى كده مثلا جوجل تعالى مثلا لو حد مثلا ايه فكروا كده معايا في هيدلاينز تكون انتراكتيف شويه لو الناس محتاجه ان هي تفكر بشكل كويس. تمام؟
او محتاجه تشارك في الجزء ده. تمام. طبعا هنا بيقول لي الهيدلاين جوجل بيبتدي سجست ليك. تمام. ممكن نكتب بيست ويب سايت فور ليرنينج ديجيتال ماركتنج. حلو جدا. بيست سايت فور او كورسيرا ديجيتال ماركتنج فور مثلا. في حاجة تانية اللي هي ممكن تكون من أشهر المنح اللي موجودة دلوقتي على البلاتفورم زي يودا سيتي ماركتينج ديجيتال ماركتينج يودا سيتي. ممكن بقى ممكن نحطها على صيغة سؤال زي هاو دو كورس ماركتينج. How A? How A? How do course marketing online? How do course marketing online? طيب تدي بقى جوجل يختار من الهيدلاينز دي هو مين اللي كان مين عشان دول. احمد الطيب. ازيك يا احمد عامل ايه؟ بخير الحمد لله. ازيك يا استاذ محمود؟ الحمد لله تمام. تمام. بيبتدي يحدد بقى الهيدلاينز المهمه جدا ويبتدي يشتغل على جزء الهيدلاين ويبتدي يختار افضل الهيدلاينز اللي انت اشتغلت عليها او اللي انت حطيتها له ويبتدي يسجست ليها على حسب الشغل بتاعك على حسب انت انهي افضلهم. تمام. ويبتدي يشتغل على الجزء ده. تمام. ده يعني ده جزء مهم جدا وانت شغال لازم تخلي بالك منه. تمام. الجزء بتاع طبعا بتضيف اكتر من ديسكريبشن. تمام. مختلف. تمام. بحيث ان انت تظبط الجزء بتاع الديسكريبشن. الديسكريبشن لازم يكون واضح في الجزء بتاع الكيوردز. لازم يكون الديسكريبشن زي ما قلنا الديسكريبشن ريليتد بي بالكيوردز اللي انت مختارها. تمام. ريليتد بي الاجزاء بتاعه اللي العميل هيخش على لاندنج بيج يلاقيها يكون ريليتد بي الناس بتسيرش على ايه ويكون محطوط فيها نفس الكلام ده. تمام. طيب بعد كده خلاص انت مثلا هنيجي مثلا هنا نحط www. For example. تمام. تمام. ويبتدي انت تكون شايف ايه الاعلان بتاعك بيمشي ازاي التفاصيل. تمام. بتبتدي تفهم الاعلان بتاعك بيمشي ازاي وخلاص بتظبط على كده الاعلان بتاعك وبتدي تخلص الاعلان بتاعك التفاصيل بتاعت الاعلان ده الاعلان بتاع الاعلان بتاع السيرش. تمام. وانت بقى شغال على الاعلان لازم من قبلها بتكون مجهز الحاجات دي قبل ما تشتغل على الاعلان. يعني تبقى انت فاهم هتكتب ديسكريبشن ايه، تبقى انت فاهم هتكتب كيوردز ايه، واعمل كده تيبل من 3 خانات. الخانه الاولانيه تكون حاطط فيها الجزء بتاع الكيوردز ان انا هكتب كيوردز 1 2 3. تمام. انا هشتغل على الناس اللي بتسيرش على 1 2 3 تبقى مثلا على كورس ماركتنج جوجل ادز ديجيتال ماركتنج. بتبتدي تحدد الناس اللي المفروض هتشتغل هتحط ديسكريبشن ماشي ازاي بناء على الناس بتكتب ديسكريبشن ايه. تمام. والتفاصيل دي كلها. تمام. لازم بتكون شغال يا جماعه لازم تشتغلوا على تظبيط او الحاجات اللي انت تشتغل عليها جوه الاد قبل ما تشتغل على الاد نفسه او ما قبل ما تخش على جزء الاد نفسه. تمام. بعد كده تمام بتسيف وكونتينيو وتكمل بعد كده بتتابع الاد بتاعك عادي جدا ما فيهوش اي مشكله. هنا بيقول لك عشان الويب سايت
مش مظبوط او الويب سايت في مشكله، تمام، فبتكمل عادي الاعلان بتاعك بيخش ريفيو وبتكمل على هذا الاساس، تمام. الجزء بقى اللي كان سأل فيه اخونا عبد الله او عبد الرحمن مش فاكر، لو انا بستهدف ناس، تمام، لو انا بستهدف ناس في امريكا، تمام، والمفروض في استراليا والكلام ده كله، ايه اللي انا استخدمه تاني غير فيسبوك او البدايل بتاعته؟ بلاش لو احنا هنشتغل على اي حاجه اذا ديجيتال ماركتنج او كماركتنج، خلونا نرجع للريسورس، نرجع للتفاصيل بتاعت الاعلان اللي انا الشغل اللي انا هشتغله. يعني انا مثلا ما ينفعش اجي اقول لك والله انت هتشتغل على الجزء ده فانت افضل حاجه تشتغلها هشتغل سناب، ما ينفعش اقول لك افضل حاجه تشتغلها مش عارف ايه، تمام. لا، نرجع كده للريسورس ونرجع للمصادر بتاعتنا ونشوف المفروض هنشتغل على ايه. ادي مثلا يونايتد ستيت، نبتدي نشوف على حاجه زي مثلا وي ار سوشيال ميديا، تمام. انا مش عارف انت هو موجود ولا مش ولا خارج، يعني لو موجود قول لي اه تمام انا هنا. ايه، لا موجود استاذ محمود، عباس معك. ماشي يا استاذ عباس، اهلا بيك، تمام. هنبتدي هنا نشوف التشانلز، تمام، بنخش على وي ار سوشيال ميديا على حسب الكونتري نفسها ونشوف افضل البلاتفورم اللي يكون موجودين عليها، تمام. والله هم افضل بلاتفورم موجودين عليها مثلا سناب مثلا، ده كده انترنت يوزر، تعالى كده نشوف السوشيال ميديا اللي بيكونوا متواجدين عليها، تمام. وبيزن على ده اشتغل على حسب، ممكن تلاقي السوشيال ميديا موجودين عليهم، تمام. ادي حتى التارجت اودينس وهتلاقي كل التفاصيل. بص هنا افضل اليوز للسوشيال ميديا بلاتفورمز بيشتغلوا على يوتيوب وبعدها بيشتغلوا على فيسبوك، فانت عندك اصلا افضل من فيسبوك يوتيوب، تمام. فانت كده المفروض عرفت هتشتغل على ايه. بعد كده فيسبوك مانجر، بعد كده انستجرام، بعد كده تويتر، تمام، بعد كده بنترست، بعد كده سناب شات، بعد كده لينكد ان، تمام، بعد كده ريليت، بعد كده واتساب، بعد كده سكايب، بعد كده واتش، تمام. خلاص انت كده اي ثينك ان انت كده لقيت الاجابه بتاعت السؤال بتاعتك، خلاص انت هتشتغل على اي بلاتفورم بالظبط، تمام. خلاص انت عرفت ان هم بيشتغلوا على اليوتيوب، بتروح بقى بعد كده بعد الخطوه دي بتشوف الكومباتيتيف، الناس المنافسين ليك، تمام، اللي بيشتغلوا بنفس الطريقه او بيستهدفوا نفس الاودينس، دول بيشتغلوا على ايه بالظبط، على اي بلاتفورم، تمام. والله لقيتهم موجودين على يوتيوب، فحلو جدا، يعني حاجه كويسه جدا، ابتدي اشتغل عليها. لقيتهم موجودين على بلاتفورم مختلفه او بلاتفورم ثانيه، ابتدي اشتغل على هذا الاساس وابتدي ظبط الدنيا بتاعتك في الحته دي، تمام. فانت اول حاجه هتشتغل عليها هتشتغل على الكونتري نفسها وتشوف الدوله دي بتشتغل على اي جزء، تمام. بعد كده بتبتدي تحدد بقى المنافسين بتوعك بيشتغلوا على اي بلاتفورم وتشوف التارجت اودينس بتوعك موجودين على اي. وانس ان انت عرفت الثلاث اجابات دول، تمام، الكونتري والكومباتيتيف والكونسيومر بتاعك والبيهيفير بتاعته، خلاص انت كده فهمت تشتغل على اي بلاتفورم، ومش هتلاقي كمان بلاتفورم واحده، هتلاقي اكتر من بلاتفورم تشتغل عليها، تمام. بالنسبه لك كده الدنيا وضحت؟ تمام، وضحت كثير، شكرا جدا استاذ محمود ولاهتمامك، شكرا. عفوا جدا، تمام. في من الحاجات اللي احنا قلناها حد عنده اي سؤال؟ الجزء ده ان احنا بنعرف اكتر البلاد بتستخدم اني بلاتفورم اكتر، بنجيبها من على السيرش وي ار سوشيال ميديا، تمام. ممكن مش صح ولا مش امريكا بس، يعني هتلاقي كل الدول، يعني دول حتى في دول افريقيه كتير هتلاقيها موجوده. ممكن من الاول ايه؟ ممكن استاذنك من الاول تيجي ازاي؟ عادي جدا، من الاول انت بتجيب هنا في السيرش عادي وي ار سوشيال ميديا، تمام، وتكتب جنبها الدوله. انت تارجت دوله معينه ولا انت متارجت دوله معينه؟ خلينا كده نقول مثلا ألمانيا، جيرماني. تمام،
طبعا هتلاقي فيه، لو انت دورت هتلاقي فيه 2021 يعني فاهم. ف تمام ده هنشوف دي دولة ايه. ده هو بيجيب لك احصائية السنة اللي فاتت ولا بيجيب لك احصائية السنة الحالية؟ كل شهر واحد في السنة بيجيب السنة اللي فيها، يعني بيقول لك 2021 تمام، بس بيكون الريزلت بتاعها بتاع اخر 12 شهر، فاهمني؟ تمام. بس هو بيجيبها اول كل سنه عشان تفضل انت على مدار السنه مثلا بتاعه 2021 شغال عليها، فاهم؟ تمام. انا هتاكد لك ان دي جيرمان. هو بيلود ايه؟ بيلود؟ لا مش بيلود، هو انا بغير في السلايدز. هو انت ظاهر عندك الشاشه؟ بس بيلود مش السلايدز. ولا انا النت عندي فيه مشكله؟ لو حد تاني سامعني يقول لي انا تمام. لا تمام استاذ محمود، الصوت هيك تمام وحتى الصوره واضحه جدا. تمام. طيب هو عموما زي ما انا جبتها كده هتلاقي جيرماني، وهتلاقي ان شاء الله 2021. لو ما لقيتهاش، انا مش عارف هو سامعني ولا لا، لو ما لقيتهاش ابعت لي وانا اجيبها لك يعني، بس هي يعني مش ان هي موجوده يعني. هو انا بقعد الف في السلايدز دي وهي بتيجي لوحدها، ولا الموضوع بيمشي ازاي عشان اجيب البلد اللي انا عاوزها؟ لا انت بتعمل سيرش على حسب في جوجل عادي، وير سوشيال ميديا تمام جيرماني او ايا كان على حسب الدوله تمام، وهي بتجيبها لك عادي، بس ما لهاش او من هم ليهم ويب سايت وبتجيبها من عليه تمام، وهتلاقيها على لينكد ان برضه، وهتلاقيها في حتت كتير يعني، مش ليها تمام. هو مثلا ديجيتال ماركتنج، او بص ده 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 اللينك اهو، ديجيتال ماركتنج ادي المانيا كلها. انا ممكن ابعتها لك في الشات على فكره، ثانيه كده تمام، بعتها لك في الشات برضو عشان انت تبقى. انا بعتها في الشات، بص هتلاقي بقى 2021 و2020 و2019 و2018، هتلاقي كل يعني هتلاقي كل الدول تمام، الزوري هتلاقي كل السنين يعني تمام. هتخش عليها هتلاقي كل التفاصيل تمام. تمام تمام تعالوا المفروض نشوف، المفروض احنا كنا هنشوف الجزء بتاع كده. خلاص احنا شفنا الحاجات المهمه اللي المفروض نخلي بالنا منها في جوجل اد، وشفنا الجزء بتاع كريت الكامبين بتاع جوجل اد كسيرش تمام. المفروض بقى كنا هنشوف التولز، بس خلينا نشوف لو في حد عنده سؤال تاني. كان في حاجه في الشات تقريبا شفتها. الشات تمام. طب انا لو عايز، طب سؤال، انا لو عايز اضيف لوكيشن في السعوديه، تعرف حد ممكن يقدم خدمه؟ انت ممكن تعملها عادي تمام. نرمين ال طب خلينا نجاوب على السؤال الاولاني. اللوكيشن بتاع، لو انت عايز تشوف اللوكيشن بتاع السعوديه بتاع الدوله بتاعتك، تخش على بتتواصل معاهم وبتضيفها، مش محتاج حد يضيفها لك يعني. انت بتخش تضيف الستور بتاعك، بتعمل جوجل بيزنس تمام اكونت، وبتبتدي تضيفها يعني. انت لو دخلت عملت جوجل تمام، الموضوع ممكن ياخد منك وقت تمام، بس يعني الدنيا بالنسبه لك هتبقى سهله يعني تمام. هتضيف جوجل بيزنس
وهتخش وتكريت الاكونت بتاعك والدنيا هتكون ماشيه معاك تمام. تمام، اللي ما يعرفش جوجل بيزنس ده، لو انت بتدور على بيزنس معين تمام، ومثلا هتلاقيه في الشركات زي كده بالظبط، ده كده جوجل بيزنس تمام، هو محتاج يضيف الكارت ده تمام. فانت عادي جدا انت بتتواصل مع جوجل وبتبعت لهم التفاصيل، وهم بيضيفوا البيزنس اكونت بتاعك عادي جدا، ما فيهاش اي مشكله، مش محتاج حد يعملها لك يعني. طب انت بس خش زي ما قلت لك كده على جوجل بيزنس وتواصل معاهم وابعت لهم، هم المفروض هيبعتوا لك كود ويضيفوا لك والدنيا تمام. وممكن الموضوع يطول معاك شويه، لكن الدنيا بالنسبه لك هتكون واضحه يعني. تمام. طيب نرمين بتسالي على الفيسبوك لوكيشن، هو اللينك بغض النظر اتمسح او لا انا مش عارف بصراحه، بس اي ثينك ان هو موجود يعني. المفروض ان لو مش موجود او اي كان مش عارف توصل له، ابعتي لي وانا هبعته لك عادي. لو مش موجود او مش لاقيه، ابعتي لي وانا هبعته لك. تمام. طيب خلاص كده تقريبا ما حدش عنده سؤال تاني. خلينا لا، نخش في حد كده. من زمان بيسأل ان انا لو عندي حد بيعمل كليك على طول فانا عاوز اعمل له بلوك حاجة زي كده. المفروض لو انا حد عندي بي 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 بيعمل الجزء ده، بتخش على، بس هو ممكن مش هتظهر عندي دلوقتي، ثواني كده. كان بيقول لو انا حد بيعمل عنده كليك فهو محتاج ياخد الاي دي بتاعه ويضيفه، صح؟ تمام. طيب هنا بس تقريبا مش هتظهر عندي لان انا داخل من الاكونت التاني. هنيس كده ثانية اشوف حاجة. هو عموما انت ممكن تجيب الاي دي بتاعه تمام، او تعرف اكتر الاي ديات اللي جات على الكامبين دي تمام، وبتاخد الاي دي بتاعه وبتعمل له بلوك يعني. الموضوع بسيط، ما فيهوش مشكلة يعني. وبس انا عندي، بص، في مشكلة مش عايز انت سامعني ولا الشبكة عندي فيها مشكلة؟ لا أستاذ محمود، صوتك واضح بس الفيديو عندك أو الصورة ما بتظهر بوضوح أعتقد. أستاذ محمود من فضلك، ممكن أسماء الفيز اللي هي بتقبل دفع في جوجل؟ في الفيزا اللي شغالة على جوجل كويس، بتاعة مصرف المتحد وبتاعة بنك مصر. بس بنك مصر ساعات بيكون فيها مشكلة يعني، ساعات كده بتقعد، أنا مش عارف بصراحة المشكلة بتيجي منين. لكن هو ساعات أنا كان معايا فيزا بنك مصر وكان فيها مشكلة ومش عايزة تقبل، واضطريت إن أنا أتواصل مع البنك وأرجع تاني. في الآخر المصرف المتحد هي اللي أنجزتني يعني، أو هي اللي اشتغلت أنا معايا بشكل كويس. هي نوعها إيه من فضلك يعني؟ لأن أنا عملت في المصرف المتحد حاليا معايا فيزا لكن مش بتقبل برضه، اللي هي بيقول لي لا يمكن. اللي هي انت عاملها بكام؟ هي الفيزا العادية، قلت له عايز فيزا نت عادية وكده، ما أخدش فلوس أصلا. لا، في واحدة كده بتتعمل ب 10 جنيه، وبتديله البطاقة وقول له عايز افعلها دفع اونلاين تمام، والمفروض ان هو يشغلها لك.
تمام. بس انت اعمل زي ما قلت لك، اعمل واحده البنك الاهلي، واعمل واحده واحده المصرف المتحد، تمام، وابتدي اشتغل على ده وده. انا بتاعت البنك الاهلي كانت شغاله زي ما اقول لك عادي كويس، وبعد كده حصل مشكله ومش عارف ايه الكلام ده، فاشتغلت من المصرف المتحد، بس اشتغل على دي وعلى دي، تمام. وفي طيب. برضو اهو محمد بيقول لك، محمود بيقول لك اشتغل على البنك الاهلي ديبت، برضو شغاله معاك كويس، تمام. تمام. تمام، شكرا. طيب انا بصوا، خليني المره الجايه افتح من الاكونت التاني. ومين اللي سأل؟ طب معانا ولا الفيزا بتاعت الفيزا بتاعت المصرف المتحد كانت، قول له بس انت فيزا، عايز فيزا المصرف المتحد، وخليه هو او الفيزا، قول له عايز فيزا ادفع بيها دفع الكتروني او اشتغل بيها دفع الكتروني، وهو هيديها لك عادي جدا، مش هيبقى فيها يعني، وهي هتتعمل ب 10 جنيه تقريبا، تمام. واعمل برضو بتاعت البنك الاهلي، وهتلاقيها شغالة معاك عادي جدا. تمام. طيب حد عنده أي سؤال تاني؟ لا تمام، تسلم تسلم. بس هو يعني عندي طلب كده، لو ينفع يتعمل يتعمل، ما يتعملش خلاص يعني، مش عشان عشاني بس عشان خاطر اللي بيجي يتفرج على الفيديو فيما بعد. لو في إمكانية إن احنا نمنتج الحتت اللي هي بتبقى ملهاش لازمة يعني، فدي هيبقى حاجة لطيفة. ما فيش إمكانية فهو برضو كده حلو زي العسل يعني. تمام. هو شكرا بس جدا لاهتمامك يا فندم. مشكلة في الوقت بس يعني دي المشكلة. هو كده كده عموما في المفروض حد هيشتغل على الكلام ده، بس يعني اوكي يعني بسيطة. مجهود رائع، وربنا يا رب يجازيك عنا خير. تسلم، ربنا يخليك والله. تمام. المرة الجاية كده شوف، المرة الجاية هيكون في يعني هيكون في ان شاء الله ميتوب، تمام، عن جوجل اد برضو، وهنكمل بقى في حاجات تكنيكال شويه، ونشوف وافتح الاكونت تاني، نظبط جزئيه الاي دي والكلام ده كله، وهنتكلم بقى في كذا حاجه مختلفه، اغلبيتها برضو هتكون في الكرييت بتاع الاد بأوبجكتيف مختلفه، وهنظبط برضو الاجزاء بتاعه البيت استراتيجي، و الأجزاء بتاعت الأدز بقى كتكنيكال أكتر. المهم خلال الفترة دي لو حد عنده أي مشكلة في الأد وهو بيكريت بقى أد جديد بطريقة معينة، يفولو أب معايا ويقول لي أنا عندي مشكلة في الحتة دي، وأنا أقول له الجزء ده يعمله إزاي يعني خلال الأسبوع ده إن شاء الله يعني. وكمان هنشتغل بقى على الشرح بتاع التيبل دي، نشوف الجزء بتاع اللاندنج بيج بيتكلم في إيه، والأودينس بشكل اكتر، تمام. خلاص، لو حد عنده اي مشكلة تانية، او حد عنده اي حاجة كده كده مش في الميتود، بس اي حاجة في اي وقت يبعت لي. تمام، خلاص كده تمام. انا عندي سؤال معلش في الفيسبوك لو ينفع. قول عادي ليه. دلوقتي احنا انا شغال على براند لسه جديد يعني في السوق، فهو كان لسه عامل صفحة جديدة على الفيسبوك، فانا كنت عاوز اعرف بس الخطوات اللي احنا هنشتغل بيها كبالنسبة للتارجتنج يعني.
اللي هو تمام. يعني عشان ما نصرفش فلوس على الادز وفي الاخر الناس ما تشتريش او تخاف مثلا انها تشتري او حاجه زي دي. فانا بس كنت محتاج اعرف الخطوات بس انت الاول اللي لو عملتها يعني. حدد كده الاول، هي الناس عارفاك اصلا ولا لا؟ لو براند لا جديد مش عارفين خالص. حلو جدا. لو براند جديد هو اول حاجه اشتغل عليها الايدنتيتي، اعمل كده ايدنتيتي او هويه معينه تبتدي تخش بيها للناس، تمام؟ تبقى بألوان معينه، ببراندنج معين، بسلوجان معين، باد فاليو كويسه والكلام ده كله، تمام؟ يعني قصدك ابدا اشتغل على حاجه يعني اللي هو انا ولا ما اخدش اكشن مع الناس مثلا، لا لا استنى اكلمهم كده، احنا بنعمل كذا وكذا. لا لا يعني انت دلوقتي، بس انا هقول لك دلوقتي، انت ابني زي ما قلت لك الايدنتيتي بتاعتك، انت ابني البيج ونزل عليها التفاصيل بتاعتك، محتوى الاكونت بتاعك براحتك والدنيا تمام. بعد كده ابتدي اشتغل مع الناس اويرنس، تمام؟ تبتدي تعرف الناس بيك، تبتدي براند اويرنس على الناس على الناس اللي هو اللي انا هبيع لها صح؟ اكيد. ولا على كل المجال؟ لا لا مش كل يعني هو المجال، طب هو دلوقتي مثلا بيبيع هو كورس اسمه ليزي بوي، تمام. فمعنى كده ان انا هستهدف الناس اللي كل الناس اللي هي مهتمه بالليزي بوي واعرفهم احنا مين واشتغل عليهم ببراند اورنس او ريتش. بالظبط تمام، اشتغل عليهم براند تمام اويرنس مش ريتش، تمام. براند اورنس على طول. تمام تبتدي تعرف الناس بيك والناس تاخد تراست معاك والدنيا تمام. ابتدي بعد كده، تمام خلاص الناس بقت عارفاك، ابتدي اشتغل على اوفر ببيج لايك، تمام. ابتدي اشتغل على اوفر على بيج عرض يعني. عشان الناس خلاص خدت فكره وفاهمه انت بتعمل ايه، وانت مقدم دلوقتي اوفر، تمام، وتديهم تراست بالاد فاليو اللي انت بتقدمها، تمام. يعني اعمل بلان للمحتوى مثلا ولازم اللي هو يكون في هيكون بلان محتوى، او ولازم اول الناس شهر تخش، مثلا. لازم يعني الناس مثلا تخش او تلاقي اول عندك شهر حاجه، اوفر. يعني لازم الناس تخش مع تلاقي عندك حاجه تقراها، حاجه تفهم منها. فانت ابتدي ابني كونتنت كويس محترم، يعرف البيج ويعرف الناس بيك والكلام ده كله، تشتغل عليه. دي حاجه. حاجه تانيه، ما تعتمدش على الادز 100% خالص، ما ينفعش تعمل كده. ابتدي اشتغل الصفحة على تكون لسه جديدة يعني. لو الصفحه دي ما تشتغلش على الاد بس، اشتغل على الشير، اشتغل على انفلونسر، اشتغل على شير في جروبس، اشتغل على اعلانات مسابقات، الكلام ده كله. التارجت اودينس بتوعك ايه بالظبط، تفاصيلهم او التفاصيل بتاعتهم ايه؟ هو بيطلع اللوكيشن ولا كله ولا ايه؟ لا ككلاينت نفسه، رجاله سيدات كام التفاصيل دي؟ هو الاثنين. هو كورس الليزي بوي لو تعرفه، طيب ديزاينر. انت اشتغل على الاودينس الاول، حد انت هتكلم سيدات ولا رجاله؟ لو هتكلم الاثنين هتكلمهم ازاي؟ التفاصيل دي كلها، تمام. فانت لازم تكون فاهم التفاصيل دي، هتارجت من سن كام لسن كام، والسن كذا لسن كذا هتكلمهم بأي طريقه، الفويس تون بتاعتك، الكلام ده كله، تمام. بعد كده ابتدي بقى اشتغل على مسابقات، تمام، والناس هتشكر فيك وتديك بنفيتس كويسه او تديك ريفيوز كويسه، وابتدي اشتغل من هذا الاساس. وانس الناس خدت تراست فيك ووثقت خلاص فيك، بقى ليك مصداقيه على السوشيال ميديا، خلاص بعد كده هتلاقي الدنيا بقى تبتدي بعد كده تشتغل على increase sales عادي، تمام. الفتره دي ممكن تاخد منك حوالي 3 شهور عشان اقدر ابيع ولا عشان اقدر اتعرف اكتر؟ عشان تقدر توصل لليمت معين من الناس ان انت تبتدي increase sales معاك، تمام. طب بالنسبه لحته الاستهداف بتاعه العملاء نفسها دلوقتي، انا لما بفتح التارجتنج بلاقي حاجه اسمها ريكلاينر وليزي بوي، فهي هي دي الحاجات اللي انا ببيعها اصلا. حلو. فهل التارجت ده ما غيروش طالما هو العميل بتاعي جوه الاستهداف ده؟ ابتدي اشتغل تيست، اعمل كامبين واحده، تمام، وفيها اكتر من استراتيجي، وسيب الكامبين شغاله لمده 7 ايام. حلو. هتفضل شغال لمده 7 ايام، هتلاقي في اد خد كل الريفيو وكل الشغل وعملت منه شغل حلو، في ادز تانية وقفت او ما اشتغلتش. كده انت فهمت ايه اللي انت هتشتغل عليه واللي انت مش هتشتغل عليه. ده هيكون على الاي بي تيست ولا كل لا كامبين لا لوحدها؟ هيكون على، لا لا اشتغلها اي بي تيست افضل، عشان هو يسجست ليك اللي شغال وبيجيب انتراكشن اعلى.
انما لو انت شغلت الاثنين، الاثنين هيشتغلوا، والاثنين انت مش هتبقى فاهم اني حدد اكتر ريزلت. كمان ده عشان تحافظ على البادجت بتاعك، هتيجي تعمل في الاول وانت بتكريت الكامبين هتعمل اوبتمايزيشن للكامبين نفسها، وهو هيودي البادجت بتاعتك للاد اللي شغال. تمام، بدل ما تعمل كامبينز تو كامبينز والاثنين يصرفوا، لو الاثنين اشتغلوا او الاثنين شغالين بشكل كويس، او واحده جابت نتائج قليله وواحده جابت نتائج كبيره، طب يبقى انت ليه صرفت في النتائج القليله حتى لو كان البادجت قليل؟ لا، انت وجه البادجت بتاعتك كلها في ادسيت، في اد، في كامبين واحده بادسيت مختلفه. تمام، فهو في الاي بي تيست هيروح بقى موجه البادجت بتاعك على حسب الاد اللي شغال. يبقى انت حافظت على البادجت بشكل اكبر قدر ممكن، وفي نفس الوقت انت شغلت الاد بتاعك او شغلت الكامبين بتاعتك، وعرفت انت المفروض تتارجت مين وتشتغل على ايه. يعني في، يعني كده في كامبين هحط فيها الاستهداف اللي هو المعروف بتاع الكرسي ده. تمام، طب باقي الكامبين هحط فيها ايه مثلا؟ يعني على اي حسب حاجه بقى خاصه بالاساس نفسه؟ التارجت اودينسي بتوعك، انت اعمل لهم اس تي بي واعمل باير بيرسونا. واعرف تمام، مثلا هم مهتمين بايه وابتدي اشتغل واقسم على كده. الكامبينز بتاعتي. ويشتغل على الورقه والقلم قبل ما تبتدي تشتغل في اي حاجه، بورقه وقلم كده، وابتدي اقسم الناس دي واعمل باير بيرسونا. تمام جدا، تمام، ماشي يا استاذنا، شكرا. عفوا. تمام يا جماعه، اشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي ان شاء الله، وكمان زي ما احنا جوجل ادز تابعوا الارتكلز بتنزل او البوست اللي بتنزل عشان تكون تكمله للكلام اللي احنا بنشتغله ده. لو حتى عنده اي سؤال او حاجه هستناكم ان شاء الله تسالوا في اي وقت، ما عنديش اي مشكله. حد عنده اي سؤال تاني، او حد عنده اي حاجه تانية محتاجها، او اي حاجه هو عايز يسال فيها، ما عنديش اي مشكله، يتفضل. لو مفيش ان شاء الله اشوفكم على خير الاسبوع الجاي ان شاء الله. أستاذ محمود، بس بعد إذنك، فممكن طلب صغير قبل ما تسكر؟ ف اتفضل. الله يزيد فضلك أستاذ محمود. أنا بعد ما صار تحديث جديد على فيسبوك، فبواجه مشكلة بالتعامل مع الاي بي تيست، وهي العروض. ف اي بي تيست، فبواجه مشكلة بالداشبورد، فما عم بعرف اتحكم فيه على المظبوط، فهيك فيك تفرجيني لمحة سريعة؟ فبكون ممنونك جدا. تمام، إيه المشكلة؟ ايه في الاب تيست، إيه في الاي بي تيست؟ مش فاهم. المشكلة إنه ما بحسن بظبطها على المظبوط، فبجي مثلا بختار ديتيلز معينة أو معلومات معينة بدي إياها، فالفيسبوك تلقائيا بغيرها على اللي بده إياها هو، فأنا ما بحسن بتحكم فيها، ففيك تفرجيني هيك لمحة سريعة؟ طيب ثانية واحدة كده، قصدك في الجزء بتاع التارجت اودينس؟ أيوه، تارجت اودينس. لما بعمل كرييت نيو كامبين، لما بختار اي بي تيست، فبعد ما اعدل على الحمله واظبطها واعمل لها مثلا كونفيرم او اعمل لها مثلا اطلاق، فالفيسبوك تلقائيا بيرجع لي اياها بيانات هو اختارها، انا ابدا ما حطيتها، فهون عم بواجه المشكله. طب ده انا كده محتاج ادخل عندك، مش تدخل عندي. طب ثواني انا افتح لك هنا، لان انت اكيد في حاجه بتعملها غلط. ثانيه واحده كده، افتح عندي. اوكي، انت جربت تعمل كرييت اصلا للاودينس نفسهم، وبعد ما بتعمل كرييت للاودينس تعمل لهم تشوز وتختارهم؟ ايوه بالضبط، بعد ما اخذ المعلومات كلها من الاودينس انسايت، الديموغرافيكس والعمر والاستهداف وكله الى اخره، فبعد بيجي على اخر خطوه بدي اعمل كونفيرم او مثلا بدي اعمل اطلاق للحمله، فالفيسبوك تلقائيا بيغير لي بالاي بي تيست معلومات انا ابدا ما حطيتها، وبيختلف عن الاستهداف اللي انا بدي اياه. مو عارف الصراحة المشكلة من عندي من فيسبوك، مع انه حساب الاعلاني هاي كواليتي، ما في عليه اي مشاكل، ما في عليه اي ديون لفيسبوك، كله مسدد ومربوط ببطاقة فيها مصاري وعم بيسحب لا، على الموضوع راحته. يعني ملوش علاقة بكده خالص. يعني
فهي اللي حيرتني الصراحة، ودورت كتير على فيسبوك ما يعني إنه ما لقيت طلبي، فقلت استغليت هاي الفرصة فعشان أسألك. وإذا الموضوع بيطول فينا نحدد موعد على راحتك، طبعا بناسبك ما في أي إزعاج، ندخل ونشوف الوضع سوا. أنا ماني مستعجل بنوب، بس إنه مجرد حبيت أنوه لك على هاي النقطة. طب هي مثلا المشكلة عندي إن النت النهاردة أنا قاعد في مكان يعني ما فيهوش نت أصلا، النت صعب جدا، فأنا بحاول أفتح الأد مانجر، أنت عارف إن هو بياخد وقتي. ف أكيد أستاذ محمود، ما في أي مشكلة، اللي بيناسبك بتحدد وقت هيك تكون فاضي فيه ويكون عندك الإنترنت الكواليتي تبعه كتير كويسة، وبنقعد نحكي، ما عندي أي مشكلة بنوب بنوب، أنا ماني مستعجل يعني. خلاص اوكي انا هنظبط ده. ابعت لي بس على الشات عشان انا معلش عندي الدنيا بتبقى فيها ضغط، ممكن انساش او يحصل حاجه، فابعت لي بس على الشات عشان ما انساش، ونسكادول وقت وانا تحت امرك، مش اي مشكله. اوكي، استغفر الله، كلنا تحت امر الله سبحانه وتعالى. على كل حال انا هبعت لك على الشات مانج على الماسنجر ونظبط موعد. خلاص تمام اوكي تمام شكرا جزيلا لحضرتك، شكرا. ماشي.